هي ذكي، صباح الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وكل سنة وحضراتكم طيبين وكلنا طيبين. صباح الخير عليك يا محمد، وكل سنة وانت طيب. رأس سنة هجرية يا رب، رأس سنة هجرية كلها خير علينا، كل سنة طيبة بسنت، وكل سنة وحضراتكم جميعا في كل مكان بخير، والعالم الإسلامي والشعوب العربية يا رب كده في أمان وراحة بال وسلام. النهاردة ليلة رأس السنة الهجرية، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة، هجرة نبينا الكريم اللي كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الإسلام. أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة، هي هجرة نبوية كانت نقلة نوعية في تاريخ الإسلام. يعني رأس السنة الهجرية هي فرصة جميلة لسرد وحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين الأمي، يعني قصة هجرة النبي من مكة للمدينة وقد إيه هو كان زعلان وهو سايب مكة، حتى أنه قال ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يعني ده بيعبر قد إيه رسول عليه الصلاة والسلام كان متضايق وهو خارج من مكة في طريقه للمدينة. ومن هنا احنا بنبتدي نعرف القصة. عارف قريت انه عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب هو اللي حط التقويم الهجري، انه بداية السنة الهجرية تبتدي من اليوم ده. في الحقيقة ان رأس السنة الهجرية بتحمل أهمية كبيرة جدا في حياة المسلمين، لانها بتمثل بداية التقويم الإسلامي الجديد، سنة جديدة بنبتديها، الهجرة النبوية كمان هي نقطة تحول في تاريخ الإنسانية ككل، اعظم حدث حول مجرى التاريخ وغير مسيرة الحياة ومناهجها. والله إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أخرجوني منك ما خرجت. الرسول النبي الكريم كان بيخاطب أهله وبيخاطب البلد الأمين مكة المكرمة قبل اتخاذ قرار الهجرة. الحقيقة إن الهجرة النبوية فيها فوائد ودروس وعبر لازم نتعلمها كويس جدا. أول عبرة وأول درس فكرة التخطيط، التخطيط الجيد والسليم للأمور والأخذ بالأسباب، مع الاستعانة طبعا بالتوكل على الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خطط الأمر بشكل جيد، اختار الصديق أبو بكر وجهز الراحلة والمرشد الماهر الأمين، كان في أدوار موزعة بدقة للصحابة لإتمام رحلة الهجرة النبوية الشريفة. كان في دور مهم جدا كمان للمرأة المسلمة، دور عائشة بنت أبي بكر وأسماء ذات النطاقين، كانوا بمدوا الرسول والصديق بالغذاء والماء في غار في الغار، وكان في دعم شديد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى من المرأة المسلمة، وحتى كان في تعاون مع غير المسلمين لإتمام هذه الرحلة والابتعاد عن أذى أهل قريش. كل ده كان بحسن التوكل على الله عز وجل. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة والهجرة النبوية ما زلنا بنتعلم من دروسها وبنتعلم من العبر اللي بنستخلصها كل يوم من هذه الرحلة اللي كانت فعلا يا بسنت نقطة فارقة في تاريخ الإسلام. من بعدها بدأ إنشاء الدولة الإسلامية وبدأت الفتوحات الإسلامية في الأرض كلها. يعني ابتدت فعلا الرحلة دي باتنين بس، رسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق، ومن هنا ابتدت رحلة ليه النهاردة بنتكلم على أكتر من مليار مسلم حوالين العالم. سبحان الله، يعني فعلا بحسن التوكل وبالدعاء، وأنه لا تخف إن الله معنا. أبو بكر كان خايف، فالرسول طمنه عليه الصلاة والسلام لا تخف إن الله معنا. والنهاردة الدعوة
دعوة وصلت لأكثر من مليار مسلم، وده درس مهم جداً، التوكل على الله، وإنه إتمام الرحلة بيكون دائماً بعناية ربنا دائماً حينما نحدد هدف معين في الحياة. وده درس مهم جداً من الهجرة، نأخذ بالأسباب، نأخذ بكل الأمور اللي بتيسر لنا هذه الرحلة، ونتوكل على الله في النهاية. ده الدرس الأهم والعبرة الأهم في الهجرة النبوية الشريفة. كل سنة وحضراتكم جميعاً بألف خير، سنة هجرية يا رب كده كلها خير وبركة على المسلمين في كل مكان في الأرض. صباح لحضراتكم مرة ثانية، وصباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الخير يا فسان، صباح الخير يا محمد، وصباح الفل على كل بيشوفونا. كل سنة وكل الناس طيبة وبخير يا رب. يعني النهاردة هناخد الأول كده، يعني هناخد بس جولة سريعة كده عن أحوال الطقس، وبعد كده هيبقى معانا نشرة جوية مفصلة، وهنستعرض الأول كده مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في استمرار لانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، يعني بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا ورطب على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، على درجة حرارة هتكون في أسوان 44، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. زي ما قلنا كده هيبقى معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو بس بعد شوية. برحب بحضراتكم من جديد، وخلينا نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها أن السيد رئيس عبد الفتاح السيسي هنأ ستارمر بفوز حزب العمال بالأغلبية وتكليفه برئاسة حكومة بريطانيا. كمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الرئيس وجه الحكومة بالتواصل مع المواطنين لحل شكاواهم. كمان معانا القوات المسلحة احتفلت بالعام الهجري الجديد 1446 هجرية، القوات البحرية استقبلت وفد من الأمم المتحدة. أخبار تانية هنستعرضها مع حضراتكم في سياق التقرير اللي جاي. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تقدم على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بخالص التهنئة لكير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية. وكتب الرئيس السيسي: أتقدم بخالص التهنئة إلى السيد كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية، متمنياً له التوفيق والنجاح، ومؤكداً تطلعنا لاستمرار التعاون بين بلدينا بما يعكس العلاقات الوثيقة اللي بتربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك اللي بيجمعنا من أجل تحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو 2024. وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. بتسهم المنظومة بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بهذا الشأن. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات المسلحة نظمت احتفالية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 هجرية بحضور عدد من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة وعدد من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن القوات البحرية استقبلت وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة برئاسة الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بحضور الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية. بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن تطور القوات البحرية والمهام المكلفة بها لتأمين وحماية السواحل المصرية والمياه الإقليمية والاقتصادية. أعقب ذلك جولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية بقاعدة الإسكندرية البحرية للتعرف على الإمكانيات والقدرات المتطورة اللي بتمتلكها القوات البحرية. امبارح وفي إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، وزعت وزارة الداخلية مساعدات عينية على أهالي المناطق الحضرية الجديدة انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة.
نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت بدء سحب كراسات التقديم للمعاهد الفنية التمريضية بالأقصر وتوريد نحو 610,988 طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية. كمان تم افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة بتصل ل 8,595,000 جنيه بالبحيرة، وتم الكشف وتوفير العلاج ل 1,269 مواطن ضمن حياة كريمة ببني سويف، وأخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث المهمة، أبرزها أن الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر أعلنت بدء سحب كراسات الشروط اليوم السبت من خلال ولي الأمر استعداداً لفتح باب التقديم للالتحاق بمعاهد الرعاية الفنية التمريضية للعام الدراسي 2024-2025. وبتعمل معاهد الرعاية الفنية التمريضية بنظام الخمس سنوات من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي، وبيستمر سحب كراسات الشروط حتى الاكتفاء من الأعداد المطلوبة من كل معهد على حدة. محافظة الشرقية أكدت انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، وبلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 610,988 طن، مع تنفيذ إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد لتحقيق المستهدف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. محافظة البحيرة شهدت افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز المحمودية وكفر الدوار ووادي النطرون والدلنجات بتكلفة إجمالية 8,595,000 جنيه، وهي مسجد سلطان بقرية سيدي عقبة التابعة لدائرة مركز المحمودية، ومسجد القلعة بقرية الملقة بدائرة مركز كفر الدوار، ومسجد فجر الإسلام في قرية الحمرة بوادي النطرون، ومسجد جمعة الهنداوي في قرية المسيم بالدلنجات. مديرية الصحة بني سويف أكدت قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية جبل النور مركز ببا مكونة من 8 عيادات في 8 تخصصات: البطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة والأسنان والعظام، وده ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1,269 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية أعلنت قطع المياه في بعض القرى بمركز السادات ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة وفقاً للخطة الدورية على مدار شهر يوليو الحالي. أشارت الشركة إلى أن موعد قطع المياه هيكون في تمام الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 مساءً ولمدة 4 ساعات، وبتشمل أماكن قطع المياه هويس والأخماس وكفر داوود والغربية ومنشأة النور. مطار مرسى علم الدولي بيستقبل بداية من اليوم السبت وعلى مدار الأسبوع 150 رحلة طيران دولية سياحية أغلبها من المطارات الأوروبية المختلفة، وبيتم تطبيق إجراءات الوصول الصحية والأمنية على الركاب فور وصولهم أرض المهبط، وبتصل رحلات الأسبوع من 13 دولة أغلبها أوروبية. مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ شهد حملات التوعية بأخطار وأضرار المخدرات لنشر رسالة الوعي بخطورة مشكلة المخدرات بين المترددين على مصيف بلطيم، وبتهدف الحملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات والتعريف بالخط الساخن 16023 اللي بيقدم خدمات العلاج في سرية تامة وبالمجان لجميع مرضى الإدمان. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة ورطب على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن حضرتك نوهتي أن في انخفاض طفيف في درجات الحرارة هيستمر معانا لغاية يوم الحد، وابتداء من يوم الاثنين هنعاود الارتفاع تاني في درجات الحرارة. إيه الظواهر الجوية اللي موجودة معانا وأخبار الرطوبة إيه كمان؟ بالفعل يمكن اليوم كمان هيكون في مزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، يمكن كمان أقل من المعدل الطبيعي نتيجة تأثر البلاد بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل أول حاجة على وجود سحب منخفضة ومتوسطة وخاصة في فترة الصباح،
هيساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير فترة الصباح الباكر، بالإضافة كمان هيساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، يوزع الرطوبة في عمود الهواء ما يحبسهاش في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبالتالي يساعد إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل. اليوم طبعا الطقس هيكون اقل حده كمان من طقس امس، احنا امس كان في انخفاض في قيم درجات الحراره وسجلنا عظمى على القاهره الكبرى كانت 36 هي 35 الى 36 درجه مئويه بالفعل بالامس، واليوم كمان متوقع 34 الى 35، فبالتالي مزيد من الانخفاضات في قيم درجات الحراره. نسب الرطوبه لسه موجوده في الجو لان احنا المصادر الكتل الهوائيه معظمهم كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، يمكن تحديدا اليوم قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، ففيها بعض نسب الرطوبه لكن احساسي بيها هيكون اقل نتيجه المنخفض الجوي زي ما قلنا هيوزعها في عمود الهواء ككل. فطقس اليوم هو طقس صيفي حر رطب في القاهرة الكبرى، في الوجه البحري، في سواحلنا الشمالية، أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد. المناطق الجنوبية كمان طقسها هيكون في أقل حرارة من الأيام الماضية خاصة في شمال الصعيد، يعني طقس شمال الصعيد هيكون عظمى فترة النهار ما بين 36 و 37 درجة مئوية، فأجواءها ما بين الأجواء شديدة الحرارة الحارة الرطبة في فترة النهار. تبقى المحافظات الجنوبية جنوب الصعيد أجواءها شديدة الحرارة فترة النهار، فترة الليل كمان مع الغياب التام لأشعة الشمس مزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة إن هيكون عندنا اليوم نشاط للرياح موجود معانا في معظم محافظات الجمهورية، سرعات الرياح هتكون ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة ده في أغلب المحافظات. نشاط الرياح هيقلل إحساسي بوجود نسب رطوبة في الجو، فبالتالي هيقلل إحساسي بارتفاع قيم درجات الحرارة ويساعد إن احنا نحس بقيم درجات حرارة أقل. أجواء فترة الليل كمان هتكون أجواء ما بين المائلة للحرارة للمعتدلة خلال فترة الليل في أغلب محافظات الجمهورية. كمان اليوم لازم ننوه على إن هيكون في ارتفاع أمواج ونشاط للرياح على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وخاصة على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط والبحر الأحمر وخليج السويس. لازم السادة المصيفين ياخدوا بالهم بقدر الإمكان، يمكن بالأمس تم مع نهاية اليوم إغلاق بعض الشواطئ، هيستمر معانا كمان اليوم وغدا اللي هو ارتفاع الأمواج على الشواطئ ما بين 1.5 ل 2.5 متر. لازم ناخد بالنا بقدر الإمكان لو احنا عاوزين نستمتع بالأجواء في شواطئ البحر المتوسط أو حتى كمان شواطئ البحر الأحمر. الانخفاض ده زي ما قلنا في الأول مكمل معانا كمان بكرة الحد إن شاء الله. الحد العظمى على القاهرة الكبرى هتكون ما بين يعني إن شاء الله 35 ل 36 درجة مئوية، تدريجيا مع يوم الاثنين وأكثر يوم الثلاث هتبدأ قيم درجات الحرارة تتجه نحو الارتفاعات. الارتفاع ده يستمر معانا يمكن لنهاية الأسبوع بداية الأسبوع اللي جاي، فلازم بقدر الإمكان ناخد بالنا وناخد احتياطاتنا رغم ان في انخفاض قيم درجات الحراره، لكن انا لو تعرضت لاشعه الشمس في فتره الظهيره اكيد هحس بقيم درجات حراره اعلى طبعا. خاصه كمان ان قيم درجات الحراره كلها اللي احنا بنقولها مع حضراتكم هي قيمه درجه الحراره المقدره في الظل، كمان المحسوسه للمواطن بيحسها بتكون اعلى من القيم دي بحوالي من درجتين لثلاث درجات نتيجه بس وجود نسبه رطوبه. لو انا تحت اشعه الشمس هحس بقيم درجات حراره اعلى كمان. فلازم بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس في فترات الظهيره من 12 الظهر ل 4 5 العصر، اتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. ولو انا موجود في الشارع لازم يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس، وطبعا الاستمرار في تناول قدر كبير من المرطبات السوائل واهمهم الميه. الملابس بقدر الامكان تكون القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله. لازم اغير درجه حراره جسمي باستمرار كل ربع او نص ساعه اغير درجه حراره جسمي. طيب الارتفاع في الامواج يا دكتوره منار، هل ده هيؤثر على حركه الملاحه في البحر الاحمر والبحر الابيض؟ هو قد يؤثر طبعا على حركه الملاحه في البحرين الاحمر والمتوسط، لكن طبعا في عمق البحار، يعني احنا لو نتعمق داخل البحار ممكن يؤثر، لكن احنا دايما بنقول ان ارتفاع الصيد فاهمه قصدك، يعني ممكن يؤثر طبعا على اعمال الصيد والملاحه البحريه داخل، بس داخل عمق البحر المتوسط بس. احنا خلينا نقول دايما ان احنا في الفتره دي الناس كلها بتروح المصايف، فدايما الخطوره بتبقى على الساده المصطفين، يعني احنا حتى ارتفاع الموج ممكن يعني يبقى مقبول لبعض اعمال الصيد، لكن
للساده المختصين لا تماما هيكون في خطوره. اه بالظبط، ودايما بنقول ان ارتفاع الموج المناسب للساده مصيفين مختلف تماما عن المراكب واعمال الصيد والملاحه البحريه. فلازم بقدر الامكان ناخد بالنا نتجنب نزول البحر اثناء فتره الاضطراب، ولو حابين نبقى موجودين على الشاطئ نبقى احنا موجودين في منطقه قريبه جدا من الشاطئ نستمتع بالاجواء عشان بس ما نصابش باي ضرر. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات، وهنبدأ بالقاهرة. درجة الحرارة العظمى فيها تكون 35 وصورة 25، وفي العاصمة الإدارية 35-24، الإسكندرية 30-23، والعلمين الجديدة 30-22، مطروح 29-23، ودمياط 31-25، بورسعيد 31-25 أيضا، والإسماعيلية 36-24. أما في السويس العظمى هتكون 35 وصغرى 23، وفي العريش 32-22. كاترين العظمى فيها 33 وصغرى 15، وطابة 35-23، هلايب 37-28، وشلاتين 39-27، شرم الشيخ 39-28، والغردقة 40-28، الفيوم 37-22، بني سويف أيضا 37-22، أما الوادي الجديد 42-24، وأسيوط 38-24، سوهاج 41-25، وقنا 44-27، الأقصر 44-28، وأسوان 44-27. دي كانت نشطتنا الجوية المفصلة. دلوقتي هنعود مرة أخرى لباسانت ولمحمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هالة. شكرا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بخصوص الأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماع لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته، ولكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. الاجتماع هيكون منوط به على وجه عاجل المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية اللي وضعتها الحكومة المنصرفة، خصوصا في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس ليها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني. النهاردة هيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الكيمياء الشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، وبيتضمن الامتحان 46 سؤال في كل مادة. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن الأسئلة هتكون متدرجة من حيث الصعوبة، وبتفرز مستويات الطلاب المختلفة وبتقيس نواتج التعلم المرتبطة بالمنهج الدراسي. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين في إطار دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب سويسرا في تمام الساعة 7 مساء. في العاشرة ليلا هيلتقي منتخب هولندا مع منتخب تركيا. بمشاركة 22 فنان ونحات من 12 دولة شهدت شواطئ مدينة سفاجة ختام فعاليات كرنفال البحر الأحمر للفنون، واللي بيتم تدشينه بغرض الترويج للمدن السياحية المصرية والتعرف كمان على المقومات السياحية اللي موجودة فيها. يعني اللي زار يمكن الخط ده من سفاجة ولغاية الغردقة، يعني ده أحلى شواطئ وأحلى بحر وأحلى مية. فهي فعلا في لما نيجي نعمل كده كرنفالات وأعمال يعني تجذب السياح والسياحة، هو ده اللي هيوري الناس أو هيوري السياح إنه إيه المختلف، إيه الحاجات التانية، إيه الشواطئ الحلوة اللي في بلدنا اللي يمكن مش معروفة قوي أو يعني بتعمل لهاش ماركتينج كويس. فالكرنفالات دي مهمة جدا، بس خلونا نعرف تفاصيل أكتر عنها، يعني اتعملت إزاي، إيه اللي حصل فيها. معانا عبر الهاتف دلوقتي الأستاذ محمد حميدة، منسق كرنفال البحر الأحمر للفنون. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير يا فندم، إزي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. بتعملوا إيه؟ يعني في فنانين ونحاتين كتيرة بيشاركوا في الكرنفال، لكن أنتوا بتعملوا إيه في الكرنفال ده عشان تجذبوا كمان السياحة؟ هو كرنفال البحر الأحمر أنا حبيت أسميه البحر الأحمر علشان طبعا إحنا ما عندنا من أجمل شواطئ العالم هي عندنا إحنا مصر، يعني بدون منازع. زي ما حضرتك قلتي بالظبط كده، من منطقة من الغردقة لسفاجة وبعدها القصير وبعدها مرسى علم، دي شواطئ رهيبة جدا. وهي أصلا يعني جذب السياح من غير أي فعاليات، ولكن إحنا بنأكد ده أكتر بالفعاليات بتاعتنا اللي احنا بننظمها طبعا كقطاع خاص بمشاركه يعني رجال اعمال يدعموا الموضوع، وطبعا بالمعطيات الامنيه المطلوبه اللي احنا بنعملها دايما وبيؤمنوا بيها
ان احنا بننشط السياحه عن طريق الفعاليات دي. فطبعا موجود عندنا 12 دوله 22 فنان، دول اغلبها مصدره للسياحه، وفي دول يعني عمرها ما جت مصر، فطبعا زوارها المشاركين بتوعها دول بيبعتوا رسائل بره كويسه عن طريق الصور اللي بياخدوها على الشواطئ وعلى وهم بيرسموا وسط الاوتيل المستضيف للفعاليه. السياح الموجودين مبسوطين بالحاله اللي موجوده، شايفين نحاتين بيشتغلوا، شايفين رسامين بيشتغلوا، فده نوع من انواع الجذب السياحي لمصر. جميل. استاذ محمد، يعني زي ما شايفين في الصور مع حضرتك دلوقتي، كرنفال كده يعني بهجه، حاله من البهجه والفنون الجميله، وكمان فكره ان الفنان يشتغل قدام الناس فكره جميله، حتى في الاماكن المفتوحه وعلى الشواطئ. عدد المنحوتات اللي موجود، الافكار اللي اتقدمت في الكرنفال السنه دي، وازاي كمان عايز اعرف تفاعل الفنانين الاجانب مع البيئه المصريه، لان البيئه المصريه بيئه كده محفزه ومشجعه للابداع. بص حضرتك، هو الشاطئ اللي احنا موجودين عليه يعتبر محميه طبيعيه. يعني يعني هو مصنف ثالث اهم محميه طبيعيه في العالم. جميل. طبعا مش هقدر اقول اسم الاوتيل، بس هو معروف، هي سفاجه كلها جميله. جميل. الفنانين المتواجدين تفاعلوا مع السياح والسياح تفاعلوا معاهم، والجمال الطبيعه اللي موجود، يعني انا اغلب اللوحات اللي طلعت اللي اترسمت من عن طريق الفنانين الاجانب الموجودين والعرب من الكورال والاسماك الملونه، يعني دي عملت تاثير بصري عليهم، فطلعوا شكل اللوحات بتاعتهم مستمده من قاع البحر. هو ربط ما بين السياحه والفنون، يعني انا دايما بشتغل كمؤسسه قطاع خاص، بشتغل ان انا اربط الفنون التشكيليه بالسياحه. ازاي نسلط الضوء على المقاصد السياحيه عن طريق سفراء من بره، مش سفراء رسميين، لا سفراء من مواطنين عاديين من دول اجنبيه او عربيه، ان احنا نخليهم يجوا ونستضيفهم ويصوروا اعمالهم ويصوروا مناطقنا الجميله ومقاصدنا الجميله وينشروها على صفحاتهم. والفيسبوك طبعا انتوا عارفين هو من اهم وسائل الاتصال الاجتماعي في العالم كله. طيب حضرتك كنت لسه بتتكلم عن الدول المشاركه والدول اللي شاركت لاول مره، عايزين نعرف الاثنين، مين الدول اللي شاركت؟ يعني عندي مثلا الاردن بتشارك معانا كتير، تركيا، السعوديه، عندي مونتينيجرو دايما معانا، بس في دوله اول مره تشارك معايا كرواتيا صراحه. ومش عايز اقول لحضرتك قد ايه مستواهم كويس جدا الثقافي وبيحبوا بلدنا. وانا شايف عندهم شواطئ كمان كويسه، فهيقدروا فكره الشواطئ الجميله يعني. بس احنا احلى يعني. اكيد طبعا. اكيد على فكره انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا زرت سفاجه وبجد انا انبهرت بيها جدا، انبهرت بال يعني انا صراحه اتمنى باكد على كلام حضرتك ان طبعا في حكومه جديده وفي عهد جديد، يعني انا متفائل بيه، وفي وزير سياحه اصلا بخبره وزاره وزير طيران، فهي الطيران والسياحه يعني هم هيكملوا بعض. فلما يكون في وزير سياحه واخد ده اختيار رهيب، يعني نختاره وزير كده، فالسياحه من غير طيران ما تنفعش. فان شاء الله، بس هو يعني يسلط الضوء على مطار مرسى علم، لان مطار مرسى علم ما بيدقلش الا من دول اجنبيه بس. انا ساعات بعلم ناس من دول عربيه في مرسى علم ما بيعرفوش يلاقوا طيران يجيبهم، واخد بالك؟ فاحنا بنتمنى بس ان يكون الخط ما بين الغردقه لسفاجه القصير لمرسى علم يبقى فيه اهتمام اكبر بالدوله، يخلقوا جيل جديد من رجال الاعمال الشباب، يعني يعني عندنا اسماء رجال اعمال في السياحه كبار، بس ممكن تخلق ثلاث اربع اجيال تاني من الشباب اللي يعني احنا دلوقتي عندنا نواب محافظين شباب صغيرين، فهتلاقي الفكر ده موجود اكتر في الفتره الجايه. ده كويس، انما احنا عايزين بقى نخلق جيل من رجال الاعمال الشباب، نخصص لهم اراضي، يعملوا فنادق صغيره، طالما وزاره السياحه عايزه تزود الطاقه الفندقيه فلازم نعمل فنادق صغيره، وده قائم في كل العالم، فاهمين ازاي؟ اللي عنده 10 فنادق مش هيقدر يبني الفندق ال 11، بس صحيح. ممكن شباب يبنوا فنادق صغيره ويملوا الخط اللي حضرتك بتقول عليه جميل. كمان الخط ده خط واحد جدا، يعني في مشروعات سياحيه موجوده، سفاجه، قصير، مرسى علم، لكن محتاجين اكتر، ومحتاجين كمان تبقى اكثر جاذبيه، خصوصا انها واعده وفيها مقومات سياحيه اكتر من رائعه.
عايز أسأل حضرتك بقى عن هذا الكرنفال، كرنفال البحر الأحمر، لأنه ممكن يكون كرنفال ليه كده يعني مكان في خريطة الكرنفالات الموجودة في المنطقة بشكل كبير إن شاء الله. هل يعني الكرنفال ده هينعقد إن شاء الله السنة الجاية أو اللي بعدها في أماكن تانية غير سفاجة؟ ودي الدورة احنا كنا بننظم دايما في ان شاء الله في الغردقة وشرم الشيخ قبل كده من 2007، بس احنا بنهتم دلوقتي بالخط السياحي الجميل ده، لان هو صراحة رجال الاعمال اللي فيه ناس مؤمنة بالفن والثقافة وبيستغنوا بعض عن بعض الاوض عشان يستضيفوا الفنانين دول، زي الشركة اللي احنا عندهم. فاحنا هنكرره تاني، وعندنا في سبتمبر هو كرنفال مصر بقى، يعني مش كرنفال البحر الاحمر، لا في شرم الشيخ بمناسبة يوم السياحة العالمي في الدورة الخامسة كرنفال مصر الدولي للفنون، وهيبقى يشمل جميع الفنون بما فيهم نصير شمة موافق انه هيجي ان شاء الله اخر اربع ايام في الكرنفال. جميل طبعا، ده عظيم ساحر العود يعني زي ما بيقولوا. طب هو بيرسم كمان وبيرسم، يعني هو صحيح، يعني وانا بطالب من خلال وزارة السياحة تبقى معايا، يعني مش معايا يعني تبقى سبورت ليا في الايفنت اللي جاي بقى، لان ايفنت عظيم وقوي. ما انا معايا سيده اعمال هي هتستضيف الموضوع، بس محتاجين برضك ايه دعم وزاره السياحه والثقافه، يا ريت، من وزير الثقافه ما شاء الله زميل، يعني زميل وفنان تشكيلي زي بيقدر الفن طبعا دكتور احمد هنو. الاختيارات رهيبه بتاعه الوزاره دي، ورب تعود على بالخير على مصر يعني. حضرتك قلت لنا من شويه انك انت بتحب تشتغل على المساحه دي، مساحه ربط السياحه بالثقافه والابداع والفنون، برايك ايه هي الفنون غير طبعا فن النحت، لان ده فن اللي بيتجسد امام السائحين، ايه الفنون الثانيه اللي ممكن نشتغل عليها عشان تكون فنون جاذبه للسياحه الفتره اللي جايه؟ الكرنفال مصر الدولي اللي في شرم بمناسبه يوم السياحه العالمي هنضيف جميع الفنون فيها، يعني ما عدا السينما طبعا، السينما عايزه جهد اكبر. هنبقى في موسيقى وفي عروض بيرفورمانس وفي فرق موسيقيه اللي هي فرق الشارع في المنطقه اللي هنعمل فيها الاحتفاليه، هي منطقه عامه في شرم الشيخ بيجيها الزوار من كذا فندق، فهيبقى في كده عازفين شباب صغيرين بيعزفوا زي ما بتبقى ماشي في شارع اسطنبول، في شارع الاستقلال في اسطنبول بتلاقي فرق صغيره الدوله بتسيبهم يعزفوا، ولا بتكلمهم ولا بتيجي جنبهم تسيبهم، فبيجوا من كذا دولة، فده بيعمل كلنا بنروح هناك عشان نتصور مع الفرقة دي، احنا عايزين نعمل ده في مصر إن شاء الله. وبكل التساهيل المطلوبة من وزارة الثقافة ومن وزارة السياحة والآثار. احنا مبسوطين قوي باللي احنا شايفينه ده، وحابين انه نلاقي كرنفالات اكتر واكتر زي ما حضرتك قلت، يبقى كرنفال مصر مش بس سفاجه ولا الغردقه ولا شرم، لا احنا حابين نشوفه في كل مصر. بنشكرك الاستاذ محمد حميده منسق كرنفال البحر الاحمر للفنون، وخليني اتكلم مع حضراتكم في موضوع تاني، كتير قوي مننا بنبقى قاعدين مع بعض كده في قاعده وبنتكلم في اي موضوع او بنتكلم عن اي حاجه حابين ان احنا نعملها، سواء سفر او نشتري حاجه او نفتح التليفون نلاقي الحاجه دي موجود اعلانها ايا كان بقى ايه هي. فمن كام يوم اعلنت شركه ميتا ان مستخدميها من الاتحاد الاوروبي هيقدروا ان هم يملوا زي نموذج كده لاستبعاد بياناتهم عند الشركه من استخدامها لتدريب الذكاء الاصطناعي، يعني البيانات اللي احنا بنشاركها او بنتكلم فيها كل ده بتقوم شركه ميتا ان هم بياخدوه عندهم في الباك لوج كده عشان يدربوا الذكاء الاصطناعي بتاعهم، لكن في نفس الوقت الخاصيه دي مش هتكون متاحه للمستخدمين في الولايات المتحده. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى هنا، هل من حق شركه ميتا استخدام الصور على فيسبوك وانستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟ هل من حقهم ان هم يستخدموا معلوماتنا صحيح، اللي احنا مش موافقين ان هم ياخدوها او نشاركها بيهم عشان يدربوا الذكاء الاصطناعي؟ ده بيحصل كتير جدا، بس انت اكيد كلنا تعرضنا، حضرتك او حضرتك تعرضنا للموضوع ده، واحنا بنفكر في حاجه تلاقي اعلانات كتيره جدا، ومعلوماتك اللي انت بتحطها على حسابك الخاص على فيسبوك او اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي بيتم استخدامها. عايزين نعرف تفاصيل اكتر بشكل علمي من المهندس شريف اسكندر، استشاري تكنولوجيا المعلومات. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين، وكل سنه وانتم طيبين. طيب حضرتك طيب وبالصحه والسلام. بدايه، هل من حق شركه ميتا استخدام الصور على فيسبوك وانستجرام في تدريب الذكاء الاصطناعي؟ هل ده حق ليها انها تستغل معلومات شخصيه بدون اذني؟ ما هو حضرتك في الاساس
اديتها اذن ضمني. يعني لما اشتركت في الخدمه في بيبقى دايما في كده صفحه طويله جدا اسمها تيرمز اند كونديشنز اللي هي شروط الاستخدام. وكلنا لما بنعمل حساب في اي منصه بيحط لك كده علامه صح تدوس عليها وبعدين تقول اكسبت اند كونتينيو. بنعمل اكسبت من غير ما نقرا حتى ونعرف ايه الشروط دي. بالظبط من غير ما نعرف ايه الشروط دي. فدي اول غلطه بنقع فيها. طب ان احنا يعني بنوافق على الاستخدامات اللي هم محتاجينها طبقا للشروط دي. طيب لو هو كده الموضوع ليه دايما بيتم استدعاء مارك زوكربيرج صاحب شركه ميتا في الكونجرس الامريكي عشان يقوموا باستجوابه عند استخدام هذه المعلومات الخاصه او البيانات الخاصه بالمستخدمين؟ ما هو الفكره بقى فين؟ الفكره ان في شقين هنا. في شق بيقول انه شروط الاستخدام اللي الناس كانت ماضيه عليها بقى لها سنين لم تذكر صراحه موضوع الذكاء الصناعي. وعشان كده دلوقتي الاتحاد الاوروبي اخذ قرار وسن قانون انه لا يجوز الاستخدام في الذكاء الصناعي بدون موافقه صريحه لموضوع الذكاء الصناعي. فده الشق الاول. الشق الثاني انه عمليه التدريب بتاعه الذكاء الصناعي بيتم التدريب على اكثر من شق من البيانات. يعني مثلا على سبيل المثال في استخدامات اللي هي بتاعه الصور علشان ان هو يعرف بعد كده يعمل مثلا ذكاء صناعي توليدي يخترع صور يخترع اشكال يخترع حاجات. ده احد انماط الاستخدام. لكن في كمان استخدامات اخرى الذكاء الصناعي بيتم ان هو ايه استخدامه في عمليات التصنيف السياسي. فمثلا النهارده احنا كلنا قاعدين بنتكلم على موضوع معين مضايقنا هنا في مصر. الذكاء الصناعي بيتعلم الموضوع اللي مضايقنا ده ويبتدي ان هو يطرح المواضيع دهيت لبعض الناس اللي هم بيقوموا بابحاث سياسيه او حاجه لاستخدام الحاجات دي في اغراض الضغط السياسي على المجاميع اللي موجوده. الخناقات اللي بتحصل مع مارك زوكربيرج في الكونجرس في امريكا في اساسها خالص خناقات على اللي بيحصل في الانتخابات الامريكيه. ليها بعد السياسي. لانه المنصه بتاعت ميتا او فيسبوك بالتحديد كانت في الانتخابات الماضيه لعبت دور مهم جدا. وكان في كلام انه حصل اختراق لبعض الخوارزميات بتاعتهم وانه في بعض المجاميع بتاعه المخترقين الروس هم قدروا ياثروا على نتائج الانتخابات وكده. طب باشمهندس شريف انا عايز اسال حضرتك يعني في بدايه الكلام او الخبر يعني في شركه ميتا اعلنت انه مستخدمي المنصات دي في الاتحاد الاوروبي هيكون ليهم فرصه ان هم يملوا نماذج استبعاد بياناتهم عن استخدامها وتوظيفها في التدريب الذكاء الاصطناعي، وفي الولايات المتحده الخاصيه دي مش هتكون موجوده. يعني ليه ده حصل؟ وكمان احنا فين بقى من ده كله؟ يعني احنا في المنطقه العربيه ازاي نحمي خصوصية مستخدمي أو الحسابات الخاصة بفيسبوك وإنستجرام بشكل ما يحصلش فيه توظيف لمعلوماتنا الشخصية بشكل احنا مش عايزينه؟ أيوه، هو حصل في الاتحاد الأوروبي لأن في قانون طلع في الاتحاد الأوروبي بيلزمهم على ذلك. أمريكا لم يصدر فيها قانون بعد. تمام. فهو علشان يشتغل في البلاد ده اضطر دلوقتي أنه يرضخ ليه القانون اللي تم تشريعه في الاتحاد الاوروبي اللي بيقول الكلام ده. احنا فين بقى في المنطقه العربيه في مصر؟ لا، احنا في المنطقه العربيه لم تصدر اي تشريعات خاصه بهذا الموضوع لغايه دلوقتي. وخلي بالك انه القصه بتاعت التشريعات الخاصه بمجالات المعلومات احنا عندنا هنا فيها يعني مش هنقول قصور بس متاخره شويه. ومتأخرة لأنه بيتم يعني التعامل مع القوانين دي والتشريعات دي من قبل، مش هقول لك من قبل الجهات الشرعية، من قبل الجمهور ومن قبل الشعوب نفسها، إن دايما بتبص للقوانين الخاصة بتداول المعلومات أو باستخدامات الإنترنت وكده
بتبص لها بريبه شديده جدا على ان دي الهدف من وراها مش حمايه خصوصيه المستخدم، انما الهدف من وراها حجم معلومات وحاجات كده. فهي بتبقى يعني قضيه شائكه جدا بالنسبه للمستخدمين وبالنسبه للسلطات التشريعيه. صحيح. بان ازاي يصل الى نقطه اتزان تحمي الناس وتحقق مصالحهم، وفي نفس الوقت يعني تبقى متخذه من منظور ايجابي من قبل. صحيح. من قبل وهي دي المعادله الصعبه. وزي ما حضرتك قلت، في قصور تشريعي للاسف في مصر وفي منطقتنا العربيه فيما يتعلق بتداول المعلومات الخاصه عبر الانترنت. بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات، المهندس شريف اسكندر استشاري تكنولوجيا المعلومات. مشاهدينا دلوقتي موجز لأهم وآخر الأخبار مع هالة، تفضلي هالة. شكرا بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لكير ستارمر بالتوفيق والنجاح، مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول العام الهجري الجديد. جاء ذلك في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية ونشرتها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الرئيس السيسي عن أصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات لهم، داعيا الله تعالى أن يكون العام الجديد عام خير وازدهار تتحقق فيه آمالنا وطموحاتنا في غد مشرق ومستقبل أفضل لمصرنا العزيزة وشعبها العظيم. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجرا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 9 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للأونروا في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، كما أشارت إلى استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر كبير في حركة حماس أن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود والرجال المتبقين خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز مسعود بزششكيان في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح رئيسا لإيران خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أن بزششكيان يتقدم السباق وفقا للنتائج الأولية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 50%، أي ما يفوق الجولة الأولى. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره بالسباق الرئاسي وعزمه الفوز بولاية ثانية، وذلك عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية. وفي خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن قال بايدن إنه لن يسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو 3.5 سنوات من العمل على حد تعبيره. كانت الولايات المتحدة قد شهدت في 28 من يونيو الماضي أول مناظرة بين بايدن وترامب نظمتها شبكة CNN.
قال حاكم منطقة دونتسك الأوكرانية إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 28 في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أن من بين الضحايا 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 حينما تعرضت بلدة سيليدوفي الواقعة غربي مدينة دونتسك والتي تسيطر عليها روسيا للقصف بقنبلتين موجهتين، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت 3 قنابل موجهة على قرية كومر إلى الجنوب الغربي. ورياضيا، تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب تغلبه بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف على نظيره المنتخب الألماني صاحب الأرض في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي. وأقيمت المباراة في مدينة شتوتغارت، وافتتح داني أولمو التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 51، وأدرك فلوريان فيرتز التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 89، وفي الدقيقة 119 تمكن ميكال ميرينو من تسجيل هدف الفوز الإسباني. كما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزه المثير على منتخب البرتغال بضربات الترجيح بنتيجة 5-3. أقيمت المباراة على ملعب فولكس بارك في مدينة هامبورغ الألمانية في قمة مواجهات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية. انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتم اللجوء لضربات الترجيح. وضرب المنتخب الفرنسي بذلك موعد ناريا مع منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي لليورو يوم الثلاثاء المقبل. انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة هجرية كده يا رب كلها خير وبركة علينا جميعا. من كام يوم تم افتتاح وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية بجامعة عين شمس. الوحدة دي بتعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية. طيب خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس. صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا. مهمة قوي طبعا هذه الوحدة، عايزة اعرف هل بتعالج كل جلطات المخ؟ بص يا فندم، هو الوحدة دي هي وحدة متخصصة في علاج طبعا الجلطات المخ. هي جلطات المخ في نوعين، يعني من السكتة الدماغية الجلطات والنزيف. الجلطات بيتم التعامل معاها بحاجة اسمها الويندو، أو اللي هي اللي عندنا بيبقى عندنا ساعتين بحد أقصى إن احنا ندي نزيف جلطة علشان ما تعملش إعاقة دائمة أو نوع من أنواع الشلل بعد كده. فده نوع الجلطات، وده بيتم التعامل معاه طبعا في الطوارئ بطريقة مجانية عن طريق وحدة السكتة الدماغية دي. والنوع الثاني اللي هو النزيف بالمخ، وده النوع الثاني من أنواع السكتة الدماغية، وده في جزء كبير منه دلوقتي حاليا بيتعالج عن طريق القسطرة، عن طريق الأشعة التداخلية باستخدام جهاز القسطرة. بيتم وضع دعامات أو وقف النزيف دوت برضه بحيث ان هو ما يأثرش وما يعملش إعاقة. فهم دول النوعين من السكتة الدماغية اللي بتعالجهم الوحدة الجديدة اللي احنا افتتحناها دي. الحمد لله احنا افتتحنا الوحدة دي من بالضبط من حوالي 10 ايام كده بحضور معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد ايمن عاشور والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبنبارك لهم طبعا على التجديد ليهم في مجلس الوزراء الجديد. اكيد. جميل. دكتور طارق، هل عندنا ارقام واحصائيات عن عدد المصابين بالسكتة الدماغية في مصر؟ يعني بعض الأرقام كده بتقول إنه في العالم حوالي 15 مليون شخص بيعانوا من هذه الأمراض، أو تحديدا من التعرض للسكتة الدماغية. هل عندنا أرقام وإحصائيات بعدد اللي ممكن يتعرضوا المصابين في مصر؟ طبعا احنا عندنا حوالي 200 ألف مصاب تقريبا في السنة بالسكتات الدماغية، في حدود 200-250 ألف تقريبا في السنة.
وده طبعا يعتبر عدد كبير جدا بالنسبه للعالم كله، في 15 مليون بس، طبعا نسبتنا تعتبر كبيره، وهو ده بيبقى تاثير نتيجه طبعا لمرض الضغط، عدم مرض الضغط والسكر والكوليسترول وعدم تخطيط الحاجات دي في العلاج بيؤدي طبعا الى انواع السكتات الدماغيه. طب والنزيف يا دكتور سببه ايه؟ لا، هو السكته الدماغيه سواء جلطه او نزيف بتبقى نفس الاسباب، بس طبعا يعني ممكن الضغط يسبب نزيف في المخ؟ اه طبعا، الضغط العالي ولو في تصلب في الشرايين، الشريان بيفتح ويحصل نزيف، فهي سواء جلطات او نزيف غالبا نفس الاسباب، بس طبعا ما بنقدرش، يعني كل مريض ليه طبيعه على حسب طبيعه الشرايين بتاعت المخ بتاعته. طبعا يعني بتحتاج المصاب بالسكته الدماغيه بيحتاج الى تدخل سريع ودقيق جدا. قول لنا كده دكتور، ازاي بيتم الـ يعني معالجه سريعا لمن يتعرض للسكته الدماغيه، والتعامل معاه بيكون ازاي؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت بالظبط، هو اهم حاجه التشخيص السريع، فاول حاجه يعني اول جزء او واجب يقع على عاتق اهل المريض او المريض نفسه لما يحس باي ديستربنس في الليفل اوف كونشسنس، يعني درجه الوعي بتاعته مش مظبوطه، في اي مشكله في الكلام، في الحركه، في النطق، في الذاكره، يتوجه لاقرب مستشفى مجهزه. ودي نصيحه طبعا، دي اول خطوه، ان اقرب مستشفى مجهزه يعني مستشفى جامعي، مستشفى تعليمي تبع وزاره الصحه، مستشفى يكون فيه جهاز اشعه مقطعيه قادر على التشخيص السريع، لان بيبقى عندنا الفتره اللي هي الويندو دي هي اللي لازم نتصرف فيها، اللي هي خلال اول ساعتين من الاصابه. وبعد كده طبعا بيتم توجيه المريض لو محتاج زي ما اتفقنا مزيد جلطات او محتاج قسطره لوقف النزيف. يعني استكمالا كمان للاعداد، احنا كنا يعني عندنا اوريدي بنعمل الخدمه دي، ولكن كنا بنقدر نخدم سنويا مش اكثر من 400 مريض. ان شاء الله بالوحده الجديده اللي احنا افتتحناها وزياده الكباسيتي في رعايه القسطره والجهاز، طبعا اللي عندنا ده جهاز هو احدث جهاز على مستوى العالم، الجهاز ده ميزته انه بيعمل اشعه مقطعيه وفي نفس الوقت بيشخص، وفي نفس الوقت نقدر نستخدمه كاشعه تداخليه ونركب الدعامات وكده. فهنرفع قدرتنا الاستيعابيه من 400 ل 1500 مريض سنويا ان شاء الله. طب واحنا عدد الاسره قد ايه يا فندم؟ اللي احنا افتتحناها، الوحده اللي احنا افتتحناها دي عباره عن 26 سرير رعايه كلهم رعايه مركزه ووحده القسطره، هتضاف طبعا للخدمه اللي موجوده حاليا اللي هي كانت 15 سرير، فكده التوتال هيبقى حوالي 40 سرير. جميل. وحده السكته الدماغيه والقسطره المخيه بجامعه عين شمس فيها كمان استخدام وتوظيف لتقنيات الذكاء الاصطناعي. بالظبط بالظبط، تمام. كلمنا يا فندم عن ازاي بقى بيتم توظيف الذكاء الاصطناعي في معالجه من يصاب بالسكته الدماغيه. بص يا فندم، هو الحقيقه برضو يعني موضوع الذكاء الاصطناعي احنا شغالين فيه هاند ان هاند، يعني بالتوازي مع كل الخدمات اللي بتقدم عن طريق الاشعه التشخيصيه والاشعه العلاجيه. احنا عاملين اتفاقيات مع شركات معينه، مش عايز اقول الاسماء دلوقتي بس، ولكن من اقوى الشركات اللي بتشتغل في مجال الاشعه التشخيصيه والعلاجيه. الفكره كلها فكره الذكاء الاصطناعي، اللي احنا شغالين حاليا في مرحله استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص وليس في العلاج، يعني لسه ما وصلناش لمرحله العلاج، ولكن بيساعدنا الذكاء الاصطناعي في ان يتم عرض كميات كبيره جدا من الاشعاعات على الاجهزه اللي موجوده، بحيث تساعدنا في التشخيص السريع وتؤكد التشخيص او تنفيه. وبعد كده داخلين، يعني احنا لازلنا في هذه المرحله، وبعد كده المرحله اللي بعديها بقى اقتراحات العلاج، وبعد كده التدخل في العلاج. ولكن حاليا احنا الحقيقه حققنا شوط كبير جدا في المساعده في التشخيص عن طريق الذكاء الاصطناعي. طيب دكتور طارق، يعني حضرتك اتكلمت ان احنا تقريبا في مصر معانا 200,000 شخص بيعاني سنويا من الاعراض او من السكته الدماغيه او النزيف بالمخ. اتكلمنا عن ضروره تعميم نموذج وحده علاج جلطات المخ والسكته الدماغيه بكليه طب عين شمس في جميع انحاء الجمهوريه. طبعا الحقيقه ده ضروري جدا، اولا ضروري نشر الثقافه والوعي عن السكتات الدماغيه، وضروري ان يكون طبعا في، ودي كان تطرق ليها الاستاذ الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعه والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه في الكلمه اللي القوها اثناء افتتاح الجلسه او اثناء افتتاح القسم، يعني
وفعلا احنا عندنا حاليا في مصر حوالي 99 وحده سكته دماغيه متوزعه، طبعا مش كلها بنفس المستوى ومش كلها بنفس التجهيزات، ولكن لابد ان تبقى في دراسه على المساحه، يعني كل مساحه معينه بتخدم عدد معين من القوى البشريه او في عدد معين من السكان، لابد ان يكون فيها وحده مجهزه باعلى تجهيزات شبه كده علشان نلحق، لان لو مريض في مكان بعيد شويه عن اقرب وحده ممكن ما يتلحقش عشان بس بعد المسافه. فلابد يتعمل دراسه كده، وطبعا الدكتور ايمن عاشور والدكتور خالد ابو فرج بيشترك مع بعض في دراسات لعمل كده لتخطيط جمهوريه مصر العربيه كلها. طبعا الوحده مجهزه بمستلزمات واجهزه على احدث مستوى ووفقا للمعايير العالميه، ده بالنسبه للاجهزه. عايزين نتكلم بقى على الكوادر الطبيه، وجامعه عين شمس طبعا يعني مليانه بالكوادر الطبيه المتميزه جدا. الكادر الطبي والهيئه المعاونه اللي بتشتغل في هذه الوحده يا فندم. هو طبعا ده سؤال جميل جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت احنا ميزتنا كجامعات مش بس او الهدف الاساسي بتاعنا ككليات طب حكوميه واهليه مش بس العلاج بتاع المرضى، بالعكس الهدف الاهم هو ان احنا بنعلم دكاتره يتخرجوا من عندنا تدريب وبحث علمي. فطبعا جامعه عين شمس حضرتك عارف انها من اعرق الجامعات في جمهوريه مصر العربيه، واحنا متميزين ان احنا عندنا جميع الكوادر بنخرجهم من عندنا، بندرب الكوادر في اللي بتتعين عندنا في كليه الطب جامعه عين شمس او في كمان في وزاره الصحه، بنديهم مسؤولين عن تدريب طبعا برنامج الاطباء المقيمين الاطباء الامتياز مع طبعا برنامج الزماله والبورد العربي والزماله المصريه والبورد المصري كمان اللي هو داخل دلوقتي على التراك، واحنا طبعا بندرب جميع الكوادر دي وبنخرجهم متخصصين في هذا النوع من التدخلات وغيره طبعا. فدي مهمه جدا. وفي جانب اخر كمان بقى زي ما حضرتك تطرقت اليه برضو غير القوى البشريه، وهو المستهلكات. الحقيقه طبعا الاجهزه دي بتشتغل عن طريق مستهلكات غاليه الثمن، اسعارها تعتبر غاليه جدا. الحقيقه الدوله بتدعم بقوه عن طريق مبادره القضاء على قوائم الانتظار جزء كبير جدا من المستهلكات ديت، ولكن طبعا ما نقدرش نستغنى عن منظمات المجتمع المدني اللي بتساعد، لان حضرتك برضو يعني جدير بالذكر ان الوحده دي كلها قامت عن طريق تبرعات من منظمات المجتمع المدني، وطبعا تبرع من البنك الاهلي المصري اللي هو تبرع بانشاء الوحده دي والاشراف على تنفيذها يعني. فطبعا ده برضو جزء مهم جدا، لان المستهلكات والاساطر والحاجات اللي بتستخدم في علاج النزيف دي تعتبر من اغلى المستهلكات الطبيه. طيب دكتور طارق، اخيرا نصائح لمشاهدينا لتجنب السكتات الدماغيه. اهم حاجه طبعا النصائح العامه، اهم حاجه طبعا ضبط الضغط الدم، ضبط السكر، ضبط الكوليسترول، لان هي دي المشاكل الاوعيه الدمويه سواء جلطات القلب او جلطات المخ او السكتات الدماغيه او النزيف، بتبقى دايما سببها عدم استقرار في حاله الاوعيه الدمويه نتيجه عدم استقرار الضغط، وده بيبقى اسبابه طبعا السكر والكوليسترول، ده الاساس. والانتظام على العلاج، وزي ما قلنا لو في حالة أي أعراض فيها أي بالذات في السن الكبير، عدم اتزان، عدم قدرة على التركيز، اضطراب في درجة الوعي، عدم قدرة على تحريك جزء من الأطراف، يتوجه لأقرب مكان مجهز. دي أهم نصيحة يعني. جميل. دكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، بنشكرك شكرا جزيلا، يعني إضافة طبية جديدة لمنظومة الصحة في مصر، وحدة للقسطرة المخية والسكتات الدماغية بجامعة عين شمس. نروح مع حضراتكم لفاصل سريع، ومن بعده نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم تأجيل مباراة المقاولون العرب ومودرن سبورت نظرا لوفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت. وعلى الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية لكرة القدم أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت ومنتخب مصر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد أزمة صحية مفاجئة. كتب حساب الرابطة: رابطة الأندية المصرية المحترفة تنعي أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت.
كمان على الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق في بيان رسمي، وذلك بعد مرور بوعكة صحية على مدار الأشهر الماضية. الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة اختتم استعداداته لمواجهة نظيره فريق إمبي، واللي هتتلعب على ملعب استاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة 29 لمسابقة الدوري. هيعقد سموحة جهود لهائي هيفتقد جهود الهاني سليمان حارس مرماه بسبب الإيقاف بعد تعرضه للطرد في المباراة السابقة أمام بيراميدز. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف وقع عقوبات على نادي الزمالك على خلفية أحداث مباراة نهائي الكونفدرالية ومراسم تسليم الكأس والميداليات بعد الفوز على نهضة بركان المغربي في استاد القاهرة. غرم الاتحاد الأفريقي الزمالك 200,000 دولار ومنع حضور جماهيره في مبارياته الأفريقية لمدة 4 مباريات، 2 منهم مع إيقاف التنفيذ. سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك شارك في التدريبات الجماعية للفريق واللي أقيمت على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري الممتاز، وده بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص اللي خضع له بقرار من الجهاز الطبي للفريق. النادي الأهلي خزنته انتعشت بمبلغ 400,000 دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعد أن استلم الدفعة الأخيرة من مكافأة مشاركة الفريق في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي واللي حصد لقبها فريق سان داونز في نوفمبر الماضي. منتخب إسبانيا اتأهل لنصف نهائي بطولة يورو 2024 بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب MHB أرينا في أولى مباريات ربع نهائي يورو 2024. كمان داني أولمو لاعب منتخب إسبانيا توج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة نظيره منتخب ألمانيا واللي انتهت بفوز إسبانيا 2-1. منتخب فرنسا اتأهل لدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024 بعد تخطي منتخب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا يورو 2024. بالنتيجة دي بيتأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب أسبانيا في الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء المقبل بعد أن تخطى الأخير منتخب ألمانيا حامل اللقب بنتيجة 2-1. هنروح لكوبا أمريكا. منتخب كندا فاز على فنزويلا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد ما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لمثله في المباراة اللي أقيمت بينهم فجر اليوم ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2024. وبالنتيجة دي بيضرب منتخب كندا موعدا أمام منتخب الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2024. طبعا خلصت نشرتنا الرياضية، بس في تفاصيل أكتر عن كل الأخبار اللي قلناها في النشرة الرياضية، كل الماتشات اللي اتلعبت في تفاصيل كتيرة بعد الفاصل. كملين كلامنا عن الرياضة. امبارح كان في مباريات مهمة جدا وقوية جدا في يورو 2024 وجمعت ما بين إسبانيا وألمانيا، فازت فيها إسبانيا 2-1، وكمان كان في مباراة قوية جدا بين فرنسا والبرتغال وفازت بيها فرنسا بركلات الترجيح 5-3. كان في كمان مباراة هامة في الدور ربع النهائي في كوبا أمريكا واللي قدرت فيها كندا تفوز على فنزويلا بركلات الجزاء عشان تقابل الأرجنتين في النصف النهائي. مباراة كانت قوية جدا يا بسنت. امبارح كنا امام نهائي مبكر كده، خلاص اسبانيا وفرنسا تأهلوا للدور اللي جاي وضمنوا بطاقات التأهل. تفاصيل اكتر عن يورو 2024 وعن مباريات امبارح ومباريات النهارده كمان مع الناقد الرياضي والمعلق الاستاذ محمد عفيف اللي منورنا دايما في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الفل استاذ محمد. صباح الخير. صباح الخير بسنت هادم. صباح الخير دكتور صباح محمد. صباح الخير على كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر اينما كانوا. وهبتدي بس بتعزيه وجبه ل نجم الكرة في مصر وأحد الخلوقين الفنانين الموهوبين اللي كانوا موجودين في الكرة المصرية أحمد رفعت، ربنا يتغمده برحمته ولأهله الصبر والسلوان طبعا. خالص العزاء طبعا لأسرته ولكل محبيه وطبعا لأسرة الرياضة المصرية الفقيد، يعني كان خبر صادم لنا جميعا يعني. نرجع ليورو 2024. كل شوية الماتشات بتزيد سخونة أكتر. امبارح كنا أمام نهائي مبكر، شفنا أسبانيا نبتدي ماتش أسبانيا وألمانيا. ألمانيا حاملة اللقب.
لقب صاحبة الأرض وتغلبت امبارح 2-1. شفت الماتش ازاي؟ بالتأكيد الثنائي ألمانيا هي وإسبانيا الاثنين هما الأكثر تتويجا بهذه البطولة. يمكن إيطاليا هي كانت حاملة اللقب وخرجت أمام سويسرا من دور 16 علشان تبقى ثالث نسخة على التوالي حامل اللقب يخرج من دور 16، حتى في نسخة ثانية على التوالي من ما بين 24 منتخب، وفي النسخة ما قبلها كانت إسبانيا حامل اللقب في 2012 وخرجت بهذا الشكل أو في الأدوار الأولى من البطولة. إسبانيا ألمانيا فرقتين كان من المتوقع أن تفوز إسبانيا. بشكل عام معدل صغر السن مع معدل لياقة بدنية وذهنية وفنية عالية بالنسبة للإسبان يؤدوا أنهم يصلوا لهذه المكانة المحترمة فنيا على الأرض مع الضغط الجماهيري هناك في ألمانيا في شتوتغارت. ألمانيا عندها مشكلة لأنه بعض اللاعبين كبار السن حتى في الأداء الدفاعي روديجر حتى وإن كان بيلعب في ريال مدريد إلا أنه بطيء في التعامل في كتير من الكرات. إسبانيا عندها الدوافع بشكل أكبر، إسبانيا عندها مجموعة من الشباب يملكوا إمكانيات فنية عالية بتجعلهم يتألقوا حتى مع أندية كبيرة في البطولات الأوروبية بشكل أو بآخر. فسجل إسبانيا حتى الهدف في الدقيقة 119 من المباراة، يعني في الوقت الإضافي الثاني ما قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الرابع. يعني اللياقة البدنية بتفوز على الخبرات، يعني بعض المحللين قالوا أن ألمانيا هتفوز لأن خبراتها أعلى من شباب اسبانيا اللي لسه صغير. هل النهارده اللياقه البدنيه والقدره الجسديه تفوز على فكره ان الخبرات؟ ده عنصر من العناصر المهمه. المانيا عندها خبرات ولكن معدل السن ومعدل المرونه التكتيكيه اللي ممكن تتنافس على ارض الملعب مع طول مباراه 120 دقيقه لا بتفرق. اسبانيا عندها صغار السن ولكن كبار القيمه في الاداء الفني والاداء الجماعي كمان، مش بس مهارات فرديه فقط، لان في منتخبات زي منتخب انجلترا ما عندوش اداء جماعي كبير لكن عنده اسماء تقيله بتقدر تخلص في المباريات، وعنده النهارده مباراه كبيره امام المنتخب السويسري. ولو لم يستمر او يستثمر اداؤه الجماعي بشكل افضل هيعاني، لان سويسرا ما عندهاش نجوم كبيره بس عندها اداء جماعي كبير. هاخد من كلامك مهارات فنيه زائد اداء جماعي، ده اللي ميز اسبانيا امبارح. شفنا يعني سيمفونيه كده في اللعب من اول دقيقه لاخر دقيقه في الماتش. اسبانيا بتعرف تلعب بشكل جماعي، فنيات مختلفه. لو حللنا الماتش امبارح وابرز الفنيات اللي اشتغل عليها الفريق الاسباني ايه؟ بالتأكيد هو ذكاء لافوينتي هذا المدير الفني ابن البلد الاسباني في استخدام بعض اللاعبين من حيث خلخال الدفاعات ووسط ملعب منتخب ألمانيا اللي عنده قدرات وخبرات، زي ما بسانت هاني ما اتكلمت عن انه هو الخبرات ممكن تقع في كتير من المباريات، في كتير من المباريات النوك اوت او خروج المغلوب، حتى وان كانت اسبانيا في مباراه تصفيات او مباراه وديه ممكن تلعب وممكن تفوز بالخمسه، لكن في مثل هذه المباريات لا، ليها تقسيمه وتقسيمه مختلفه على ارض الملعب. ولذلك عندما سجل داني اولمو في الدقيقه 51 الهدف كان ما قبله المنتخب الاسباني بيلعب بطريقه ذكيه على ارض الملعب في انتشار اللعب في توزيع المجهود. وكان نجم المباراه امبارح، يعني اختير نجم المباراه داني اولمو. صحيح، ويسجل المباراه الجديده في اليورو، وطبعا مايكل مارينو كمان اللي سجل في الدقيقه 119 هدفين سجلهما بذكاء في كيفيه استريتش الملعب، ازاي يفتح الملعب، ازاي يخترق من العمق بشكل ذكي، ثم استغلال الاطراف مع التحركات وحتى التكنيك في وضع الكره بالراس في اللحظات الاخيره من عمر المباراه. حتى يمكن منتخب المانيا ورجل جوليان نيجلسمان المدير الفني ما كانش عنده حلول لدرجه انه بدا يستعين بلاعبين كبار السن بزياده، حتى وان سجل في الدقيقه 89 عن طريق فريدز في اخر لحظات الشوط الثاني من عمر المباراه، الا انه مولر لاعب كبير في السن. مش بقول انه كبر السن ممكن ياثر بالسلب، ولكن ما عندكش الحلول الكبيره اللي من على دكه البدلاء ان انت تقدر تعمل بيها مرونه تكتيكيه اكبر، عكس منتخب اسبانيا اللي كان عنده صلابه ذهنيه وثبات على ارض الملعب، طريقه اللعب حتى نسبه السكاوتنج اللي اتعمل على منتخب المانيا، علشان كده فاز منتخب اسبانيا بذكاء مع تحريك المباراه زي ما هو عايز لافوينتي المدير الفني لمنتخب اسبانيا والعناصر اللي عنده على ارض الملعب، حتى وان كان ما عندهمش خبرات كبيره بس ادائهم الجماعي. لكن لافوينتي كمان انتقدوا لان هو طلع الويج اليمين والشمال لامين يامال وويليامز، بيقولوا كمان انه سلم الشوط الثاني لالمانيا. هو اطمن بزياده، هو حس انه راكب الجيم خلاص، انا متفوق، انا واخد المباراه للتفوق على ارض الملعب، ما عندوش خوف، ما عندوش رهبه. لما سحب بعض اللاعبين العناصر الاساسيه الموجوده على ارض الملعب ما حسسش لاعبيه انه لازم يبقى في كفاءه لغايه اللحظات الاخيره، ولذلك اتخطف بخطا ساذج في اللحظات الاخيره من عمر الشوطين. اسبانيا صغير قوي، يعني يمين يامال ده 2007 اصغر لاعب في يورو 2007. صحيح، اصغر لاعب 17 سنه. صحيح، ويقال انه في المانيا كمان القانون ممكن يخليه ما يكملش مباراه عشان الساعه 8 بالليل لازم الاطفال يروحوا المدرسه، ينام يصحى بدري ويروح المدرسه. صحيح. طب ابرز الاخطاء اللي وقع فيها المدرب الالماني امبارح؟
كتير من الاخطاء انه كان بيخرج بدفاعه بشكل غير مدروس غير محسوب، في بعض الاحيان كان بيخاطر، في بعض الاحيان كان بيفرغ من نص ملعبه، حتى وان كان في لاعب بحجم توني كروز هذا الرجل اللي بيعمل استبال توازن في قلب الملعب، الا انه كان في بعض الاحيان بيكون هناك تحركات غير منطقيه او غير مدروسه وغير معلومه الهويه انت رايح على فين، حتى وان كان هناك بعض التكتيكات اللي كانت بتتنفذ لكن مش كل تكتيك يتنفذ امام منتخب بحجم منتخب اسبانيا، ولذلك كل مدير فني لازم يكون عنده المرونه في التعامل مع مثل هذه المباريات. فهو كان عنده لعب بطريقه غلط مع اسبانيا او ما فهمش فريق اسبانيا كويس في البدايه لغايه الدقيقه 60 كان هناك الكثير من الاخطاء الفنيه على ارض الملعب، او ما قدرش يتعامل مع المرونه اللي بيلعب بيها اسبانيا وقدرات اللاعبين، لانه في بعض الاحيان قدرات اللاعبين بتسهل لك الامور. هو كان عنده حلول كتير ولكن ما قدرش ينفذها مع الاداء الدفاعي الصلب من منتخب اسبانيا، مع الاداء اللي في وسط الملعب اللي كان محج مصادر خطوره منتخب المانيا اللي كان بيعتمد عليها، حتى جوندوجان حتى اسماء العناصر الخبره اللي كانت موجوده على ارض الملعب ما كانش عندها حلول كتير. حتى دي 89 لما بدا يخاطر ويغامر ويدفع بكل عناصر الخبره والشباب واي حد عنده قدره هجوميه، ولذلك لما وصل للكسرة تايم ما كانش عنده قدره على انه يدافع بشكل جيد، ولذلك كان الاطراف مستباحه وسجل منتخب اسبانيا في الدقيقه 119 من عمر المباراه في بالاشواط الاضافيه. هي بالفعل فرق فنيات، يعني الموضوع اكتر ما هو التكتيك هو فنيات الفرقه الاسبانيه، شباب صغير بيلعبوا يعني بلعب جماعي اكتر عن المانيا. طيب خلينا نروح ل مباراة تانية بقى مهمة جدا وهي البرتغال وفرنسا. يمكن أنا تابعت أكتر تصريحات امبابي اللي كانت لطيفة جدا جدا، إن هو كان كريستيانو رونالدو ده من حلمه وهو صغير إنه يبقى زيه، لكن أحب أشوفه زعلان في المباراة، يعني ده كان تصريح لي أنا شفته. ففرح هو امبابي بقى امبارح وزعل كريستيانو وزعل الرول موديل بتاعه بركلات الترجيح 5-3. احكي لنا عن المباراة دي أكتر. مباراة ما كانتش قوية فنيا خلال أجواء وأحداث الوقت الأصلي أو حتى الإضافي الأوقات الإضافية، لأنه كان في مش هقول خوف من الهزيمة بقدر ما أنه الحلول كانت فقيرة نسبيا مع الانضباط التكتيكي اللي كان موجود عند كلا المديرين الفنيين واللاعبين اللي موجودين على أرض الملعب. ديديت شامب ذكي وبيمشي المباريات بشكل ذكي، لكن وصوله لركلات الترجيح أمام طموح كريستيانو رونالدو، هو كريستيانو رونالدو خلاص هو كان عنده هدف أنه يصل للقب تاني في مسيرته الاحترافيه مع الكره الاوروبيه تحديدا مع منتخب البرتغال قبل الاعتزال، بس عن طريق مشاركه بس ولا فوز؟ مشاركه وفوز. كان بيبحث عن اللقب التاني بعد 2016 اللي حققه في فرنسا على حساب فرنسا في الفاينل. انه يصل لهذا اللقب هو ما كانش زعلان قوي بقدر مثلا ما كان زعلان في خروجه امام المملكه المغربيه في كاس العالم فيفا قطر 2022، بس هو عارف انه هيعود من جديد في كاس العالم فيفا كندا الولايات المتحده والمكسيك، هو مكمل مش هيعتزل باذن الله طبعا كل شيء باذن الله، انه في 2026 هيشارك مع منتخب البرتغال. لكن منتخب البرتغال كان عنده طموحات وامال ولعيبه جيل محترم فنيا، وقدم في الشوط الاول ونصف اول من الشوط الثاني مستوى فني عالي جدا بمرونه تكتيكيه بمعدل لياقه مميز جدا، لكن المنتخب الفرنسي سير المباراه كيفما يشاء. ديديت شامب كان ذكي، دفاعه كان قوي، وسط ملعبه كان مميز، وحتى وان كان خرج كيليان امبابي بداعي الالام في الانف بسبب الاصابه اللي كانت في الادوار الاولى من البطوله، الا انه مشى المباراه زي ما هو عايز وقدر يوصل لنقطه التفوق. بس عايز اقول لك انه في ملاحظات كثيره جدا على المنتخب الفرنسي في النسخه دي من يورو 2024 من اول مباراه. ما بيلعبش كوره، ما فيش جماليات كوره. صحيح. حتى بعض النقاد الرياضيين وصفوه ان هو المنتخب المتسلل او الخبيث، يعني بيحاول يتسلل من الادوار. في الدور الاول ما شفناش اي، ما فاجئناش منتخب الفرنسي باي لاعب او مهارات، جونين جم بشكل عكسي. صحيح. وجون بركله جزاء، يعني ما شفناش كوره زي ما بيقولوا كده في الدور الاول او بعد كده. شايف طريقه لعب او استراتيجيه ديدي ديشامب او فكره المنتخب زي ما وصفوه كده اللي بيتسلل واحده واحده او ما بين قوسين الخبيث عشان يصل الى النهائي؟ صحيح، وده حصل، وحتى لم يتصدر مجموعته. النمسا هي التي تصدرت على حساب فرنسا وعلى حساب المنتخب الهولندي اللي كان ثالث وصعد كافضل توالد في المجموعات، لانه منتخب فرنسا ما عندوش الحلول الكبيره اللي حوالين كيليان مبابي. حتى كيليان مبابي مستواه الفني مش هو الاعلى، مش هو الافضل زي ما كان في البطولات السابقه، حتى في كاس العالم فيفا روسيا 2018 او قطر 2022 بالوصول للادوار النهائيه من البطولتين كان في متعه كرويه. لكن في هذه البطوله واضح جدا ان المنتخب الفرنسي عنده فقر تهديفي، عنده فقر في الحلول الهجوميه على ارض الملعب. لما بيسلم نفسه لدفاع الغريم ما بيقدرش يكون عنده المهارات العاليه، حتى كيليان مبابي زي ما قلت ما عندوش قدره على انه يراوغ ويخلص اهدافه اهداف مميزه، ولذلك المنتخب الفرنسي بيعاني
رغم انه وصل لنصف النهائي، لكن على اللقب احنا هنا نبدا نتكلم. ايه الحلول اللي موجوده عنده؟ حتى كيليان مبابي لما ما بيكونش في حالته بيفقد قوه كبيره هجوميا، لكن يبقى القميص المهيب، الثقه. الثقه اللي بيلعب بيه المنتخب الفرنسي انه انا منتخب فرنسا فاقدر افوز في اي وقت. مع ادوار دفاعيه قويه لمجموعه من اللاعبين اصحاب الخبرات اللي موجوده، مع وصوله لركلات الترجيح كان عنده حلول اكبر، كان عنده صلابه ذهنيه لمجموعه اللاعبين اللي هم مستعدين بشكل او باخر. حتى دي تفصيله ولكن تفصيله مهمه في مثل هذه المباريات الكبيره. فتسيير المباراه حتى لو لم تسجل يلعب بفكر، لو ما سجلتش ما استقبلش، لو ما فزتش ما خسرش، امشي التعادل. دي اداره المباريات، وده كان ذكاء من ديدي تشام بخبراته. مارتينيز بعد ما ساب منتخب المنتخب البلجيكي، والمنتخب البلجيكي راح خلاص في مهب الريح طبعا ولم يعبر حتى وصل لدور 16 حتى كان بشكل سلبي وخرج امام منتخب هولندا بالثلاثه لما تفوق. لكن في الاخير المنتخب البرتغالي عفوا المنتخب الفرنسي محتاج انه يشتغل على الحلول الهجوميه من نص الملعب، لانه طريقه اللعب كمان ما بتناسبش كتير من المنتخبات. بيدافع كويس، وسط ملعبه مميز وده اللي بيخليه يسير في المباراه، لكن هجوميا ما عندوش الحلول الكبيره، لا بيستغل الاطراف بشكل ايجابي ولا من العمق بالشكل اللي فيه كرييت ابداع علشان يسجل. طيب من الحاجات اللطيفه كمان على السوشيال ميديا كده انه بيقول لك انه اللعيبه البرتغاليين ما بيبصوش لكريستيانو او ما بيتعاملوش معاه، هل ده موجود على ارض الملعب ولا لا؟ وليه بقينا نشوف كريستيانو بيعيط كتير في الملعب مؤخرا؟ لانه الراجل ده روح طبعا وحماس وبيحافظ على نفسه وبيبكي كتير أسطورة. طبعا طبعا لا لا نجم كبير في حته ثانيه اسطوره، وحتى لوحظ انه بيدمع كتير او بيعيط كتير او ان هو عايز يجيب الالقاب. يعني الطموح لا يتوقف، فده مهم قوي انه ما بيبصلوش. لا ده امر صعب، يعني ما اقدرش لما كان في مانشستر يونايتد اقول ان هم ما كانوش بيبصلوا او ان هم زعلانين ان هو واخد الكريدت او بيلمع اكتر منهم او اداره مانشستر. بس هو يعني في ناس تقول ان هو بيستعرض، هو مش محتاج يستعرض، يعني كريستيانو عنده ما يشفع عليه فمش محتاج انه يستعرض او يقول ان انا لسه موجود وبيقدم الكثير، لكن مش ما بيبصلوش. بس فكره انه في بعض اللاعبين اللي بتاخد قرارات انانيه شويه علشان يقول وانا ليه هباصي لكريستيانو رونالدو في مثل هذه البطولات بتلمع كتير من اللاعبين وبتنقله نقله ثانيه مختلفه، عشان ده السينيور لازم تبصوا له بالظبط. فاحيان كتير بيبقى في بعض القرارات الغريبه وبعض القرارات او بعض الناس بتشوف انه لا كان لازم نمرر لكريستيانو رونالدو علشان هو النجم، هو اللي كان ممكن يقدر يخلص. لكن في كل الاحوال في الكلاس ايه او في العقليات دي ما بيفكروش زي الناس اللي بتفكر في السوشيال ميديا تماما. اسبانيا وفرنسا هيكونوا في نصف النهائي، توقعاتك للماتش ده؟ الماتش مهم جدا، والنهارده كمان النهارده هيتلعب استكمالا للربع النهائي هولندا تركيا انجلترا سويسرا. طيب انا اشوف انه المنتخب الاسباني اكثر قوه سواء كان في الاداء الفردي او في الاداء الجماعي بشكل عام. لافوينتي مع مجموعه اللاعبين افتكر انه قادر على الوصول للمباراه النهائيه وباريحيه كمان. المنتخب الفرنسي يعاني كثيرا، هذا النصف دائما من بدايه البطوله ونحن نقول انه البطل من هذه الجهه، يعني لانه كله منتخبات كبيره وكله بيضرب في بعضه بشكل قوي جدا، والمنتخبات الكبيره قوي ما بتقدمش المستوى الكبير، يعني عمق فني اكتر نقدر نتكلم عن طريقه اللعب واللي بيلعب بيه. المنتخبات لا، في مشاكل كبيره كمان على ارض الملعب ومفيش مرونه تكتيكيه بنشوفها، رغم جوده الكوره تنظيم مش قوي في المانيا عشان نبقى واقعيين، لكن بشكل عام المباريات في منتخبات كبيره ما بتقدمش المستويات الكبيره الا اسبانيا. 9 نقاط على مكامله في الدور الاول، تفوق على منتخب ايطاليا هو حامل اللقب من الدور الاول، ماشيين بشكل قوي. مجموعه اللاعبين اللي هم عندهم النجاعه جعانين كوره للبطولات. كريستيانو رونالدو ده استثنائي مع منتخب البرتغال انه عايز يجيب بطولات رغم انه حقق كل حاجه واي حاجه باستثناء كاس العالم طبعا، لكن اللاعبين صغار السن اللي موجودين اللي بيبنوا اسمهم دلوقتي فرصتهم من هذا الجيل انه حققوا لقب اليورو ومفيش اسهل من كده في هذه النسخه، لانه خرجت المانيا، اسبانيا هي الاقوى فنيا بكل سكاوتنج باي ارقام بتتعمل، اسبانيا مرشحه اولى. فافتكر انه منتخب اسبانيا قادر على عبور منتخب فرنسا. اما مباراتي الدور ربع نهائي اللي اختتم منهما طبعا دور ربع نهائي النهارده انجلترا سويسرا، الاداء الجماعي يرجح كفه منتخب سويسرا. منتخب سويسرا مستوى استثنائي، تفوق على ايطاليا، شكل كان قوي جدا حتى من دور المجموعات. منتخب سويسرا بجيل مختلف، يعني مجموعه اللاعبين الى جوار مراد ياكين هذا السويسري ابن البلد في مواجهه جاري ساوث جيت المدير الفني لمنتخب انجلترا،
انا اشوف ان عنده مشاكل انه يدير الامور الفنيه لمنتخب انجلترا، ودي اخر بطوله يمكن مش هيكمل كاس العالم الا اذا حقق لقب اليورو. خلاص كوبا امريكا بقى بسرعه جدا، كندا تاهلت وهتقابل ارجنتين في النصف النهائي، شايف المباراه هتبقى عامله ازاي؟ بالتاكيد خبرات المنتخب الارجنتيني وهو حامل اللقب مع ليونيل ميسي حاله استثنائيه، افتكر ان المنتخب الارجنتيني قادر على عبور كندا. اما من ياتي من كولومبيا بنما في مواجهه الفائز من البرازيل الاوروغواي، مباراه قويه جدا. البرازيل على فكره بتعاني وتعادلت في مباراتين وشكلها مش بالقوه الكافيه، فافتكر انه بخبرات وثقل قميص البرازيل المهيب البرازيل والارجنتين الى المباراه النهائيه من كوبا امريكا في المشوار. اخيرا قبل ما نروح لموجز الاخبار، المنتخب الاولمبي المصري واستعداداته. المنتخب الاولمبي دخل في معسكر هيغادر يوم 10 يوليو الجاري لباريس باذن الله، وهيعسكر هناك في باريس وبيجرى الاتفاق على مباراه وديه هناك. انا بس كنت اتمنى انه انديه الوطنيه المصريه زي الاهلي وزي الزمالك عندما تقول احنا انديه وطنيه يبقى الدعم باللاعبين فوق السن، فوق السن وما تتاخرش. يعني محمد عبد المنعم كان لازم يروح، الشناوي لو كانوا عايزينه كان لازم يروح، امام عاشور كان لازم يروح، مش بس زيزو، لانه ما ينفعش انه نادي بحجم النادي الاهلي يرفض وضع لاعبين مش اللي هم تحت 23 سنه، اللي هم فوق السن، لانه مهم جدا انه المنتخب الاولمبي يمثل مصر. وعندنا روجيرو ميكال هذا البرازيل، انا علقت على المباراه النهائيه بفوز بالذهبيه 2016 طبعا، فممكن نحقق ميداليه. ليه لا، منتخبنا مش صغير، بس كان لازم نقف ورا منتخبنا الاولمبي، وباذن الله جاي قوي ان شاء الله. شكرا ليك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي، بنشكرك على وجودك معنا يا عفيفي. نورتنا وشرفتنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي موجز لاهم واخر الانباء، موجز التاسعه صباحا مع هاله الحملاوي، اتفضلي هاله. شكرا محمد. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر بمناسبة حصول حزب العمال على الأغلبية في الانتخابات وتكليفه بتولي رئاسة الحكومة البريطانية. وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب رئيس السيسي عن تمنياته لكير ستارمر بالتوفيق والنجاح، مؤكدا تطلعه لاستمرار التعاون بين البلدين بما يعكس العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتحقيق التنمية والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا له اليوم لمتابعة آلية التنسيق مع الحكومة الجديدة لتنفيذ توصيات الحوار. كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أوضح أن مجلس الأمناء سيجتمع لكي يعاود طرح تساؤلاته على الحكومة وتنسيقه معها فيما تم تنفيذه من توصيات الحوار الوطني خلال مراحله السابقة. وفي هذا الإطار سيكون من أبرز التوصيات المطالب تنفيذها بشكل عاجل مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ والتي ستحل بعد نحو عام تقريبا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد. استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي فجرا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن 9 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف قوات الاحتلال لمنزل ومستودع تابع للأنروا في مخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع، كما أشارت إلى استشهاد مواطنين اثنين جراء قصف قوات الاحتلال منزلا في مدينة غزة. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر كبير في حركة حماس أن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل يوافق على أن تبدأ المحادثات لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بما في ذلك الجنود ورجال المتبقين خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق. وذكر المصدر أن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق. أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية فوز مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح رئيسا لإيران خلفا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي. وذكرت وزارة الداخلية في وقت سابق أن بزشكيان يتقدم السباق وفقا للنتائج الأولية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 50%، أي ما يفوق الجولة الأولى.
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن استمراره بالسباق الرئاسي وعزمه الفوز بولاية ثانية، وذلك عقب المناظرة الرئاسية التي خاضها أمام منافسه الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب، والتي أشعلت موجة واسعة من التساؤلات بشأن إمكانية الرئيس الأمريكي خوض ولاية ثانية. وفي خطاب أمام أنصاره في ولاية ويسكونسن، قال بايدن إنه لن يسمح لمناظرة واحدة مدتها 90 دقيقة أن تمحو 3.5 سنوات من العمل على حد تعبيره. كانت الولايات المتحدة قد شهدت في 28 من يونيو الماضي أول مناظرة بين بايدن وترامب نظمتها شبكة CNN. قال حاكم منطقة دونتسك الأوكرانية إن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 28 في المنطقة الواقعة على خط المواجهة بشرق البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أن من بين الضحايا 5 أشخاص قتلوا وأصيب 8 حينما تعرضت بلدة سيلدوفي الواقعة غربي مدينة دونتسك والتي تسيطر عليها روسيا للقصف بقنبلتين موجهتين، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت 3 قنابل موجهة على قرية كومار إلى الجنوب الغربي. ورياضيا، تأهل المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي بطولة أمم أوروبا يورو 2024 عقب تغلبه بعد الوقت الإضافي بهدفين مقابل هدف على نظيره المنتخب الألماني صاحب الأرض في افتتاح مواجهات الدور ربع النهائي. وأقيمت المباراة في مدينة شتوتغارت، وافتتح داني أولمو التسجيل للمنتخب الإسباني في الدقيقة 51، وأدرك فلوريان فريتز التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 89، وفي الدقيقة 219 تمكن ميكال ميرينو من تسجيل هدف الفوز الإسباني. كما تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوزه المثير على منتخب البرتغال بضربات الترجيح بنتيجة 5-3. أقيمت المباراة على ملعب فوكس بارك في مدينة هامبورغ الألمانية في قمة مواجهات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية. انتهى الوقت الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين ليتم اللجوء لضربات الترجيح، وضرب المنتخب الفرنسي بذلك موعدا ناريا مع منتخب إسبانيا في الدور نصف النهائي لليورو يوم الثلاثاء المقبل. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الفنون دايما جنون زي ما بيقولوا، والافكار المدهشه دايما بتخطف كده العقول والقلوب، زي ما احنا شفنا مع حضراتكم على الهوا دلوقتي جوه ميدان العتبه. محدش فينا ما عداش على ميدان العتبه. ميدان العتبه اكتر الميادين كده زحمه، بياعين ومكبرات صوت وزحمه وخلق الله كلهم في ميدان العتبه. ميدان العتبه في المسرح القومي، والى جوار المسرح القومي مسرح الطليعه اللي احنا شفناه دلوقتي، مطرب اوبرالي ومطربه اوبراليه بيغنوا أوبرا جوه ميدان العتبة وسط الناس. الأوبرا إزاي تنزل الشارع، إزاي تبقى بين الناس ونقرب الفنون اللي بيقولوا عليها كده فنون راقية وفنون النخبة للناس. سؤال مهم جدا في مسرحية أوبرا العتبة. يعني تخيل كده أنت واقف في زحمة العتبة، جو حر، بياعين، مكبرات صوت، وانت ماشي بقى ومتضايق، وتلاقي فجأة
يعني اتنين بيغنوا كده غنى أوبرالي. الفكرة دي جديدة جدا، نفذوها بجرأة صناع مسرحية أوبرا العتبة، وخرجوا بالفعل بالغناء الأوبرالي ده لوسط العتبة. خلونا نعرف ايه اللي حصل، الناس استقبلتهم ازاي، هما الجرأة دي جت لهم ازاي. معانا المؤلف والمخرج الفنان هاني عفيفي، مخرج ومؤلف العرض، منورنا في استوديو. انا بحييك على جرأتك دي، انت منورنا مبدئيا. شكرا، ربنا يخليها لك. شكرا بجد، بحييك على الجرأة دي، انك تنزل بفنانين كده وتقفوا في وسط العتبة ولابسين كاستيوم زي ما احنا شفنا، وكأننا في مسرح، كأننا في الأوبرا بنتفرج على عرض أوبرالي لكن جوه يعني شوارع وأروقة العتبة. احكي لنا كده عن الفكرة، جات لك منين؟ هي الفكرة جات من الوضع اللي فيه دلوقتي مسرح الطليعة والمسرح القومي، الوضع الجغرافي والاجتماعي اللي فيه المسرحين. بالرجوع لتاريخ المسرحين يعني شافوا أعمال عظيمة وفنانين عظماء على مدار عقود، يعني دلوقتي الوضع بقى يعني مزعج جدا، بقى المسرحين كأنهم في جزيرة من وسط المنتجات الصينية ومكبرات الصوت والإزعاج والصخب الرهيب اللي في ميدان العتبة. هو الصديق الأستاذ عادل حسان مدير مسرح الطليعة، يعني المبادرة كانت بتاعته إن هو يعني شرفني بالتكليف إن أنا أخرج مسرحية من إنتاج مسرح الطليعة. لما قعدنا مع بعض هو كان متخيل إن أنا ممكن أعمل نص عالمي أو أعمل كتاب من التراث، لأنه يعني شاف إن أنا عملت النوع ده من الأعمال المسرحية والحمد لله نجحت. فأنا قلت له مش معقولة هاجي الطليعة عشان أعمل حاجة كلاسيك. مسرح الطليعة حاجة جديدة، حاجة طليعية زي ما بيقولوا. أه يعني على الأقل مش هقدم، يعني أنا بيني وبين نفسي في حاجز كبير بين إن أنا أقدم حاجة يعني كلاسيك حتى لو أو تجريبية من نصوص عالمية أو كده، حسيت إنه هبقى بكلم نفسي جوه يعني. فطرحت عليه الفكرة، يعني مجرد ما قلتها قال لي تمام، أنا تمام. يعني ما استناش إنه مثلا أقدم له مشروع مفصل أو كده، بس عرضت عليه الفكرة فتحمس جدا وكتر خيره، يعني وثق فيا وقعد استحملني فترة طويلة على ما أكتب النص، لأنه الموضوع المشروع بدأ بفكرة بس إنه أطلع فنون نخبوية بره في وسط السوق، وكنت محدد الأوبرا كنموذج يعني، وإنه أدخل البياعين جوه المسرح. صحيح. فإيه اللي هيحصل لو يعني لو خرجنا بالفنون النخبوية دي في وسط الناس؟ أنا متأكد إنه 95% من الناس اللي في السوق عمرهم ما شافوا مطرب أو مطربة أوبرا لايف، عمرهم ما دخلوا أوبرا وشافوا أوبرا يعني. يعني هو بالكتير شافوا مسرح، ممكن يبقى حد دخل مسرح مرة، ممكن يبقى شافوا المسرح في التلفزيون، لكن أوبرا رد فعلهم كان عامل إزاي؟ حاجة عظيمة جدا إن أنا بقرب الفنون اللي هي دايما بيقولوا عليها كده فنون الصفوة والنخبة، وناس معينة بس هم اللي لازم يروحوا الأوبرا ولابسين لبس يعني معين للناس البسطة. رد فعلهم كان عامل إزاي؟ كانوا شايفين المطرب الأوبرالي والمطربة الأوبرالية إزاي؟ هم يعني بيتلموا علينا، يبتسموا، يعني يتوشوشوا مع بعض، يتكلموا علينا، أكيد يعني في شوية مفاجأة في الأول. بالنسبة للبياعين اللي حوالين المسرح بعد يوم واثنين اتعودوا خلاص المجانين هيطلعوا بس ودنهم بدأت تسمع. هو بس أصل في الموسيقى دي حاجة عالمية يعني، يعني صحيح مش فاهمين الكلام والموسيقى غريبة، لكن في موسيقى جميلة بتعرض عليهم كل يوم في نفس الميعاد. إنما في ناس رايحة الزباين بتاعهم يعني، والناس اللي رايحة مترو الأنفاق، والناس اللي جاية من ميدان العتبة نازلة المترو أو بتشتري منهم بضائع، دول بيتلموا بسعادة يعني، بيقعدوا يتجمعوا حوالين المطربين ويسألوا هو إيه اللي بيحصل، هو ده إيه، هو ده بيحصل كل يوم، هو في إيه جوه. يعني حصل أول امبارح إنه 4 شباب صغير تحت 20 شايلين بضايع حزمة وبضايع من البضايع اللي بتتباع برا، ووقفوا يتفرجوا هم مستحسنين قوي. قربت منهم المخرجة المنفذة إنجي اسكندر وقالت لهم مبسوطين، قالوا احنا نفسنا ندخل عمرنا ما دخلنا المسرح. عزمتهم ودخلوا وتصوروا مع البوسترات وكانوا مبسوطين جدا، وروحوا هم مبسوطين، اتفرجوا على العرض بعد الأوبرا وروحوا هم مبسوطين قوي. ف
فلحد دلوقتي ردود الافعال ايجابيه جدا. ممكن اسالك سؤال، هل النوع ده من الفن محتاج اروح للمستعد له؟ يعني محتاج اللي هيسمعني او اللي هيشوفني يكون مستعد لي انا، بالذات انه اوبرا وزي ما انت بتقول انه فن، يمكن انا شخصيا انا ما بفهمش الكلام اللي بيتقال، معظمه بيبقى بالايطالي فمحدش عارف ايه اللي بيتغنى، لكن انت معجب بالحاله اللي انت عايشها دي، هل محتاج انه او النوع ده من الفن محتاج يوصل لحد مستعد انه يسمعه ويعيش يعني الحاله؟ يعني هو يعني للوهله الاولى يتفهم انه قصدنا اننا نقرب الاوبرا من الناس في السوق. الحقيقه انه العرض يعني اكبر من كده شويه. ايه بقى؟ العرض بيتكلم عن نخبوية الفنون الجميلة، يعني الأوبرا والباليه والموسيقى الكلاسيكية والمسرح الكلاسيكي والمسرح غير الكوميدي، يعني احنا نعرف في التلفزيون تقريبا شكل واحد من المسرح، فالفنون التشكيلية وغيرها من الفنون النخبوية بقت بعيدة عن الشارع، بقى جمهورها ينحصر في عدة آلاف في بلد عظيمة وكبيرة فيها أكثر من 100 مليون، في بلد هي اللي عرفت يعني الفن بالضبط، يعني هي عاصمة الفن في كل المنطقة، فده شيء مؤلم بالنسبة لنا احنا كفنانين أو مهتمين بالفنون. الفكرة أنه لو خرجت الفنون الراقة دي ناس هتستقبلها زي، ولو دخلوا البياعين اللي مش مهتمين بالفنون النخبوية دي جوه المسرح هيعملوا إيه؟ هيسمعوا إيه؟ جميل. مشاكلهم إيه؟ بيفكروا إزاي؟ ازاي اثر انحدار الذوق العام جميل. في الشارع على سلوكياتنا واخلاقنا وتعاملاتنا مع بعض. ده هيخلينا استاذ هاني ندخل بقى معاك بقى على المسرح، لان هو البدايه في ساحه المسرح الطليعي اللي هي قدام سوق العتبه، وبعدين بعد كده بندخل المسرح وفي شخصيتين اساسيتين، شخصيه المثقف وسيده المنزل او ربه البيت اللي هي بتنتمي للطبقه الوسطى. المثقف ده شخص منعزل بيسمع محمود درويش وبيسمع الخطابات الخاصه بالعراف الاعمى مش عارف ليه، مسرحيه اوديب، وشخص منعزل وهو بيحب الفنون الرفيعه جدا. ازاي بيتعامل هذا الشخص البطل اللي هو محمد عبد الفتاح، والمقابل ليه شخصية الجميلة جدا دعاء حمزة اللي بتقوم بدور سيدة البيت اللي طول الوقت بتتكلم في التليفون وبتشوف أحوال بيتها. الشخصيتين دول كانوا إزاي محورين أساسيين في العمل؟ هو العرض فيه يعني خطوط متوازية كأنه بازل، كأنه صورة بتتكون على مدار العرض، وده صعوبة تكوين العرض وده اللي خد وقت في صناعة العمل. يعني محمد عبد الفتاح بيمثل نموذج الثقافة والفنون الراقية دي، مرة بيعمل رسام، مرة بيعمل شاعر، مرة بيعمل مثقف مفكر، مرة بيعمل محاضر في الفلسفة، مرة بيعمل عازف كمان، مرة بيعمل ممثل، لكن كل ده في إطار غرفة منعزلة عالية كأنها في جزيرة منعزلة عن المحيط الباقي. أما دعاء فبتمثل سيدة منزل مهووسة بالاستهلاك وخايفة من المستقبل، فقاعدة تخزن بضايع، بتفرج على أخبار الحرب في روسيا والسودان وفلسطين والأسعار بتغلى، ومهووسة بأنه الدنيا هتغلى فلازم أخزن بضايع، فقاعدة تتصل بالسوبر ماركت تطلب حاجات مش محتاجاها وتقعد تخزن في كراتين، قاعدة تتصل بالصيدلية تطلب أدوية مش محتاجاها وتخزن، قاعدة يعني قاعدة تأمن مستقبلها حسب وجهة نظرها. خلونا بقى نعرف تفاصيل أكتر عن يعني الموضوع ده بالتفصيل. الفنانين اللي كانوا جوه هذا العمل حسوا بإيه؟ كواليس مسرحية أوبرا العتبة دلوقتي بتنضم لنا عبر الهاتف بطلة العرض المسرحي الفنانة دعاء حمزة. صباح الفل عليكي. صباح الفل عليك يا فسانت، وصباح الفل على الزميل الأستاذ محمد عبد بدوي، أهلا بيك وصباح الفل. وبصبح طبعا لهاني عفيفي الصديق والمخرج. صباح الفل دعاء. صباح الفل، منوره الدنيا دعاء، ودايما في كل تجربه جديده مسرحيه بتقدمي حاجه جديده مختلفه من روحك ومن حبك للمسرح. يعني انا اعرف دعاء من زمان، عندها كده شغف وعشق للمسرح بشكل كبير جدا. دعاء كلمينا عن دورك في المسرحيه دي، انت طول المسرحيه ماسكه الموبايل وبتتكلمي وعايزه تخزني ادويه وتجيبي اكل، وحاله كده من حالات الخوف والست المصريه اللي تطمن كل شويه على جوزها وعلى ابنها، الحكي ودي لعبه بتلعبيها دايما في كل الادوار اللي بتشتغلي بيها.
كلمين عن دورك في أوبرا العتبة وإزاي دي تجربة جديدة. اولا الاستاذ هاني عفيفي اول ما يعني بعت لي النص انا يعني اتبسطت جدا، لان حسيت ان النص ده هو كل الحياه اللي احنا عايشينها بكل تفاصيلها، بس مش لكل واحد فينا كممثل معنى وجزء من حياته ويعبر عنها من خلال العرض. أنا بالنسبة لي ما كانش بعيد قوي، لأن سيدة من الطبقة المتوسطة لكن ممكن تكون مختلفة عن دعاء، لكن بس مش بعيدة عن الستات والستات البيوت اللي احنا بنشوفهم بشكل ما، ممكن يكون في نظرة أكتر كاريكاتيرية بالمبالغة سنة، لكن هي احنا يعني الطبقة بفزعها وإحساس ان الامان عندها هي ان تفضل في حاله دايما المكان الضيق ده، كان بالنسبه لي انا هو ده التحدي. مكان صغير، انا مش عندي المسرح كله زي العروض السابقه اللي كنت بشتغل فيها، ان انا بتحرك واطلع من كالوس واخرج واطلع، يعني لا انا في مساحه ضيقه جدا، وفي نفس الوقت المساحه دي لازم تبقى كلها حياه. الحياة دي أيا كان شكلها، بس حياة لست بتكلم بنتها، بتكلم جوزها، لكن هي لوحدها، هي ست لوحدها وحيدة. يعني لو هنتكلم حتى من الناحية البسيطة، زوجها مسافر، بنتها كبرتها وبتخرج عادي، لكن هي ما قدامهاش غير التلفزيون والأحداث، وإن هي طول ما هي عايشة حاسة إن هي عايزة تأمن بيتها، تأمن حياتها. الخوف هو أساس الشخصية دي، فتفضل طول الوقت في حالة فزع. الفزع ده إن هيريحها بأن هي متخيلة أن هي تأمن مستقبلها بالاستهلاك، بأن هي يبقى عندها حاجات تأمنها، لكنها ست مش سعيدة. يعني مش لأنها مش الحقيقي أن الواحد هيبقى حاسس بالامان باللحظه دي، لكن تقريبا من كتر ما هي متخيله ان الشقه دي لما هتتملي حاجات هي هتامنها او تامن بيتها. هي ما بتشتريش لنفسها قد ما بتشتري لبيتها، بتشتري لبنتها، بتكلم جوزها عايزه تامن المستقبل بذهب، زي اي ست مصريه يعني متخيله ان ده الامان، هتقدر ده هيأمن لها اللي جاي. لكن هي نسيت ان ده يمكن بيكتر الفزع والخوف والوحده عند الست دي من الناحيه النفسيه. شايفه استقبال الجمهور اللي كان بيتفرج عليكي للنوع ده من المسرحيات والفنون كان عامل ازاي يا دعاء؟ الجمهور كان ذكي جدا جدا جدا. يعني المسرحيه مش بتتحكي بشكل مثلا بدايه ووسط ونهايه وقصه، يعني لا، هي عامله زي ما استاذ هاني قال زي البازل، كل قطعه بتوصل فكره للثانيه. كان في الاخر بيبقى ساكت ومتامل، لكن اول ما بتكلم زي ما يكون بيضحكوا ويسكتوا ويعرفوا امتى ان الموضوع يضحك، بس زي البلاك كوميدي كده، الضحك اللي هو الواحد حاسس بضحك بس الست دي مفزوعه، مش فبيجي لحظات يبقوا ساكتين خالص، يعني عارفين ان ده كلام ما بيضحكش. فبالنسبه لي كل وكمان شويه كل شويه جمهور يبقى مختلف عن الثاني، يعني في يوم يستقبل الموضوع خالص تماما بدون ضحك وشايف ان الست دي بتعيش ماساه، في اوقات الجمهور بيضحك بس عارف ان دي ماساه يعني، بس بيضحك ما بيمنعش نفسه انه يضحك يعني. فكان متفاوت ان كل مره هيقابلك ازاي، بس الاكيد ان في اخر العرض بيتاثر تماما من الصوره النهائيه، يعني بيحس ان الناس دي سواء انا والمثقف اللي كل واحد عايش في جزر منعزله شويه، سواء الشباب المطحون في الشارع ايا كان، بس بيبقى حمدهم الصوره الكامله هي التاثر بحاله البشر اللي قدامهم دول كلهم، لان هو حالهم، يقولوا ده احنا يعني، يقولوا بكل بساطه احنا يعني. دعاء، فكره يعني اخيرا بس عشان وقتنا، فكره انه مفيش حوار مسرحي، انت بتتكلمي مع الناس، بتتكلمي مع الجمهور، بتتكلمي من خلال الموبايل مع جوزك او بنتك، الفكره دي فكره الحوار المباشر الى اي مدى ده بيعمل تحدي للفنان؟ وبنشوفها كمان بتكررها في عروض كتيره انت اشتغلتي فيها في صح النوم او غيرها من العروض،
الحكي ده تحدي للفنان، بيبقى فيه صعوبة انه يلعب اللون ده؟ هي الممثل او الحكاء الجزء اللي بتاخده منه ان هو يبقى عنده خيال، يعني وانا بتكلم في التليفون ابقى بكلم فعلا جوزي في التليفون، وانا متخيله ان انا بحسب الحسبه وبكلم نفسي، فانا وانا بكلم نفسي عارفه ان ده جمهور. وطبعا استاذ هاني عفيفي هنا شويه في يقول احنا مش بنحكي، يعني ده جمله لازم اكد عنها غير العروض السابقه، يعني احنا هنا مش بنحكي، هي الست دي بتتكلم في التليفون بجد، هي الست دي بتعمل كذا، في نفس الوقت في فانتازيا يعني. فانت عندك لعبه الصعوبه ان انا ما بين ان انا بحكي اخد ادوات الحكي في ان الجمهور ينتبه للست دي، واخد من فكره المونودراما بما اني عملت مونودراما قبل كده ان الجمهور ينتبه ان الست دي بتكلم مين، وفي نفس الوقت يصدق ان انا بتكلم في التليفون، يصدق ان انا بكلم بنتي. وده طبعا دور الفن يعني والفنان القوي انه يعرف يوصل الرساله دي لجمهوره من مجرد مشهد تمثيلي بيمثله. الفنانه دعاء حمزه انت بتعملي حاجه مهمه جدا جدا، بنشكرك عليها وبنشكرك على مداخلتك معانا في صباح الخير يا مصر، وعوده مره اخرى لضيفنا طبعا المخرج هاني عفيفي. انتوا رحتوا لناس بتسمع نوع من الاغاني مختلف تماما، ونوع من الفنون زي ما انت قلت هو نوع واحد وهو الكوميدي، من ناس بتسمع هات الدكتور عشان يخيط او غيره من الاغاني مش شعبي، ما بقتش شعبي بقت مهرجانات، واحنا ما بنقللش منها، لكن هو نوع مختلف تماما من الموسيقى، وخلينا نقول بقى في منها كتير قوي متدني شويه، مش بتكلم على حاجه معينه، لكن بعض المهرجانات ما ذوقها الفني متدني شويه، حتى الكوميديا اللي بقينا نشوفها كتير قوي ما بقتش تليق بالجمهور المصري. علاقه ده ايه؟ علاقه ده ايه بتدني الذوق العام عامه؟ وهل النهارده النوع ده من الفنون يقدر يساهم مره تانيه في رفع او في يعني تعديل الذوق العام؟ وفي ارتباط قوي بين الذوق الفني وبين الأخلاق والسلوكيات في الحياة. يعني زمان كانوا العمال وهم بيشتغلوا بيسمعوا قصايد أم كلثوم، كانوا بيمشوا يغنوا هل رأى الحب سكارى، وقد يكونوا مش فاهمين قوي اللغة العربية الفصحى، لكن كانوا بيستمتعوا وبيتذوقوا قصايد أم كلثوم. كان الغنى الشعبي عبد المطلب ومحمد رشدي، الكلمات كانت راقية ورقيقة وفيها أفكار وفيها يعني معاني عظيمة. دلوقتي يعني مش بنتكلم على نوع الموسيقى قد ما بنتكلم على الكلام والأفكار اللي مش راقية، اللي بتطرح في كتير من الأغاني المهرجانات وعلى شكلتها. فاللي احنا عملناه ان احنا عملنا مقابلة بين الفنون النخبوية دي والأفكار والفلسفات والأشعار والذوق العام دلوقتي. فهو ده موضوع العرض، بدون تعالي على الشعبيين أو سخرية من المثقف المنعزل، ولا حتى سخرية من ست البيت المشغولة بالاستهلاك والتخزين. هي لقطات من الحياة، لقطات إحنا بنعيشها كل يوم. بعدين يعني أنا بأحيي ذكائك كمان في الاختيار سواء لهذا الموضوع أو كمان مسرحية أنا هاملت. أنا شفت مسرحية أنا هاملت، أستاذ هاني قدم تجربة جميلة جدا، إنه حد نازل مترو الأنفاق شاب كده، فشاف رواية مسرحية هاملت الشهيرة، فقرا الرواية، فمرة واحدة كل الناس اللي راكبين معاه عربية المترو تحولوا للشخصيات الموجودة في هاملت. الله. فدي أحييك على الخيال فيها، وبعدين أحييك على فكرة إننا بنقرب الحاجات النصوص الجميلة دي للناس. إحنا عايزين الناس تحب المسرح تاني، يعني الشباب يحبوا المسرح لازم يلاقوا فيه الحاجة اللي بيحبوها. فالشغل أو الطريقة دي بتشتغل بيها إزاي؟ هو الفكرة أول سؤال بسأله لنفسي أنا عايز أقول إيه؟ طب مين الجمهور المستهدف؟ أنا بعمل منتج، المنتج ده رايح لمين؟ هل المنتج ده يهمه ولا ما يهموش؟ هيلاقي نفسه فيه ولا مش هيلاقي نفسه فيه؟ هيستمتع ولا لا؟ لازم أولا يكون فيه فكر، لازم يكون فيه قضية تهم المتفرج، تاني حاجة لازم يكون فيه متعة سمعية وبصرية. حتى لو أنا بتكلم عن الصخب والدوشة والتلوث لازم اعملها بشكل ارتستيك، ما بقاش بنقل التلوث على المسرح
ابقى عملت ايه؟ ما هم شايفينه في الشارع. فالفكره انه لازم يكون في ايقاع منضبط جدا، كانه لحن بيسمعوه طول الوقت، لازم يكون في متعه تشكيليه، لازم يكون في متعه بصريه طول الوقت. احنا حابين بس عشان اللي عايز يتفرج على العرض، العرض ده لحد امتى؟ العرض موجود يوميا ما عدا الاثنين والثلاث 9 مساء في مسرح الطليعة في العتبة. احنا حابين نشوف كمان العروض دي على التلفزيون تذاع، يعني لازم ان احنا ناس اكتر يتفرجوا عليها ويشوفوها، الناس اللي ما تقدرش تحضر. بشكرك المخرج هاني عفيفي، كل الشكر ليك. شكرا لك وشرفتنا استاذ هاني. دعوه طبعا لمشاهده عرض اوبرا عتبه كل يوم من الساعه 9 مساء على مسرح الطليعة في ميدان العتبة. نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. اهلا بحضراتكم من جديد، وعايزين دلوقتي نتكلم عن تعزيز قيمه الحب بين الاهل والاسر. ازاي نعلم اولادنا الترابط الاجتماعي والحب ما بين اولادنا وكل افراد العيله، يعني الجد والجده، الخال والخاله، العم والعمه. قيمه مهمه جدا في اسرنا، بتضمن كده حاله من الترابط. ازاي نسال على بعضنا، ازاي نسال على اهلنا؟ الايام طبعا والمشاغل بتاخدنا الفتره اللي فاتت، فبننسى نسال على الاهل. ده بالتاكيد بينتج عنه حاجات مشاكل كتيره جدا خصوصا على ولادنا. في الفقره دي هنتكلم في اخر فقره معانا صباح الخير ومصر، ازاي نعزز الفكره دي، ازاي نكون حريصين دايما ان احنا نسال على الاقارب والاهل. هنعرف اكتر مع ضيفتنا الاستاذه مريم الشافعي، المعالج السلوكي. صباح الخير استاذه مريم، منورانا. صباح النور. هل فعلا احنا بقالنا فتره القيمه دي مفتقده شويه في حياتنا؟ يعني ان احنا نسال على بعض، عموما نسأل على بعض قبل ما نسأل يعني في المحيط اللي هو الأسرة داخل البيت الواحد. هي مفتقدة بقالها فترة طويلة عموما أجيال الألفينات، يعني احنا بقالنا 20 سنة قيم الأسرة بتقل بتقل بتقل، وده احنا شايفين له شواهد على الولاد، شايفين له شواهد ان هم طول الوقت بره، مش عايزين يقعدوا في البيت، التجمعات الأسرية بيهربوا منها بشكل كبير جدا، بنتحايل عشان نطلع مصيف العيلة مع بعض، طب رايحين للجد والجدة، طب فضوا مواعيدكم، طب هنتغدى مع بعض حتى، أو هنتجمع ساعة على غدا في البيت، هنقعد نتفرج على فيلم مع بعض، نتناقش في حاجة. الولاد بيهربوا طول الوقت ان احنا لا مش موجودين، أنا عندي صحابي، عندي تمرين، هنزل كل يوم، فاحنا مش لاقيين، مش لاقيين. ده سببه ايه؟ محتاجين نسأل نفسنا احنا السؤال، يعني احنا طول الوقت رامينه على الولاد، هم اللي مش عايزين يقعدوا، سيئين، احنا بنتحايل عليهم. لا، احنا محتاجين نرجع بصراحه خطوتين كده. احنا ما عززناش قيمه الاسره عند الولاد من وهم صغيرين. انا ما حكيتش قصص عن ترابط البيت، ما في معنى موجود في الاجيال الجديده انه انا وبس. يعني المهم بالنسبه لي خروجتي، فسحتي، هتبسط ازاي حتى جوه العيله الواحده، جوه العيله الواحده. طب فين الاخوات وفين بابا وماما، وفين ان انا ممكن اضحي عشان بابا بحاجه وعشان ماما بحاجه، وفين دورك مع اخوك ودورك مع اخوكي، فين الادوار دي غابت عننا قوي. احنا مضغوطين ومشغولين، مش هننكر طبعا مضغوطين ومشغولين، لكن اثار ده بتظهر امتى؟ اثار ده بتظهر في وقت المراهقه. طب ازاي إن أنا مش لاقية. ازاي اعلمهم، يعني اعلم ولادي ان هم ياخدوا بالهم من باباهم ومامتهم ومن قرايبهم من غير فكره التوجيه المباشر؟ لانه لو قلت له اسال عليا، انا خارج، انا مسافر كاب مثلا، وبنتي ما سالتش عليا، ففكره ان انا اوجهه بشكل مباشر دي الولاد ما بقوش يحبوها او يعني يتفاعلوا معاها. طب انا اعمل ايه عشان اخلي ولادي فعلا عندهم القيمه دي، قيمه انه يخاف على باباه ومامته ويخاف على اخوه او اخته؟ اكون انا الموديل الاول قدامهم. يعني انا من وهم صغيرين قوي احنا بنتجمع وبنروح عند الجد والجده، لو محتاجيننا في حاجه انا موجود، بنتجمع وبنعزم عندنا ايا ما كانت ايه الامكانيات. احنا ممكن نتجمع بتكاليف بسيطه قوي، بس احنا مكبرين المواضيع قوي. فالولاد محتاجين يشوفوا اب وام بيتحركوا في المساحه دي، خالته محتاجاني فانا بفضي نفسي النهارده عشان اروح لها، طب الولد او البنت كبروا شويه، طب خالته محتاجاكي، طب جده محتاجك،
فبمنتهى الهدوء من غير ما اقف انا امسك العصاية واقعد اوجه واطلع على المسرح كده زي ما احنا بنقول بنتقد بنتقد بس، لا احنا بنعمل ده بمنتهى البساطة، احنا هنزور جده النهارده عشان محتاجنا في كذا، واشجع واحفز واقول شكرا عشان كنت الراجل اللي واقف جنب جده النهارده، شكرا عشان رحتي مع خالته اشتريتي معاها حاجة هي محتاجاها، اعزز ده طول الوقت طول الوقت. لو انا عملت ده فانا كنت الموديل اللي قدامهم، طبقته جوه البيت والولاد شافوني بعمل ده بالتدريج هو في قيمة. وقت المراهقة هيجروا شويتين بس لسه في حاجة هتخليهم يرجعوا، اللي بيبعدوا خالص وما بنلاقيهمش بنكون احنا ما عملناش النموذج ده قدامهم. النموذج ده لما بيتزرع مهما الولاد خرجوا بيرجعوا تاني، فأنا النموذج الأول في حياة أولادي. الأسرة الصغيرة هي اللي بتبني الترابط للأسرة الممتدة اللي هي بقى الخال والجد والجد. لكن احنا بنسمع انه في أولاد ما شافوش خالاتهم بقالهم شهور سنين كمان. طيب لما يبقى خالته بقى عندها حاجة محتاجاني فيها أو جده، هما هيروحوا يسألوا؟ لا مش هيروحوا يسألوا خالص، لأنه بقى في أولوية لنشاطي لصحابي للخروجة للقعدة هنلعب بلاي ستيشن فين. فلازم أنا أكون أول موديل في حياة ولادي. عارفة المشكلة فين؟ أنه بحس يعني الجيل الجديد واعي قوي، فالنهارده ما بقوش بيتقبلوا حاجات كتير يمكن احنا واحنا صغيرين كنا بنتقبلها غصب عننا كان بالاجبار. النهارده انت ما بتقدريش تجبري حد على حاجه. من نوع التعليقات الساعات بتبقى سلبيه من الجد والجده وهم ما بيبقوش قاصدين، يعني عارفه اللي هو انت تخنتي كده ليه، انت سمريتي كده ليه، انت شعرك قصيتيه كده ليه، عارفه النوع ده من التعليقات اللي طول الوقت، فما بقوش عايزين يسمعوا. زمان اللي هو ايه معلش احنا كنا بنقول كده، دلوقتي هم مش عايزين يسمعوا ده بيمشوا. نفس الفكره مع الخال والعمه والعم، انه الاهالي طول الوقت بيجبروا عيالهم كلموهم وهم الناحيه الثانيه ما بيسالوش عليهم بسبب انه احنا كبار وهم صغيرين، وهي الحياه بتمشيش كده، الحياه بتبقى رايح جاي. او انا ابن خالتي ما بيسالش عليا، ليه انا اسال عليهم ما بيسالش عليا. فالنوع التوكسيسيتي دي او السلبيات اللي احنا ممكن نشوفها بتبقى مكونه. ازاي انا كأم بقى عايزه ابني يكون من هو صغير كده نشأته صح وبيحب عيلته امنعها انا حتى لو بتحصل حواليا؟ دي حقيقه، يعني بصراحه شاورتي على نقطتين في الجون يعني جدا. انا مع ان احنا كعيله احنا ككبار نتفق مع بعض ان الانتقادات اللي بتتوجه للمراهقين دي هتخليهم الجمعه الجايه مش موجودين. صحيح. او لما يبقى في فرح عند حد انا مش عايزه اروح، ممكن لو سمحتوا بلاش نوجه الانتقادات دي. طب بتحصل انتقادات وانا مش عارفه اوقفها ومش هدخل فايت مع العيله انه نبقى بنتخانق واحنا قاعدين، بس ممكن لو جه تعليق سلبي لبنتي وانا قاعده او ابني فيه ايه ده شعرك شكله عامل كده ليه، اقوم انا حاطه ايدي على كتفها كده وقايله ما شاء الله زي القمر في كل حالتها، اديها ثقه بنفسها. انا عملت ارد انا رديت وعملت مسج للبنت وللعيله انه انا مش هقبل انه حد يجرحها قدامي لانه ده بيأثر عليهم على المدى البعيد، واديت للبنت عارفين احساس النفس كده اللي فيه ماما في ظهري. ماما في ظهري، ما دخلتش خناقه وفي نفس الوقت رديت فوصلت مسج ان احنا واحنا قاعدين خلي المساحه دي امنه للولاد. لو بننتقدهم سيبوا التليفونات، وزنك زاد، شعرك مش حلو، انت مضيعه وقتك طول الوقت، مش بتستثمروا الاجازه، في الاخر ايه؟ خلاص انا مش موجود. طيب الحاجه الثانيه بقى انه ابني الروابط دي ازاي، يعني ازاي اعزز ده؟ خلاص احنا حطينا قواعد انا كخال وعم واتفقنا مع بعض احنا نملى الوقت اللي بيننا وبينهم. هم ليه الولاد مش عايزين يقعدوا معانا؟ عشان احنا بننتقد طول الوقت وعشان الوقت اللي بيننا وبينهم بصراحه مش لطيف. يعني في الانتقادات دي، طب ممكن واحنا قاعدين نفكر نعمل لهم حاجه تبسطهم، نجيب جيم ونلعب لعبه، حاجه نشاط نعمله مع بعض، نلعب بلاي ستيشن معاهم. الرجاله ياخدوا الولاد وينزلوا يحجزوا ملاعب كوره ويلعبوا، ايه المشكله؟ البنات يتجمعوا ويعملوا حاجه تخص البنات، فيبقى في فايب فيها ان انا هسيب تليفوني عشان انا مستمتع وانا معاكم، مش انا قاعد مستني بقى انكل فلان هيقول لي ايه وطنطه فلانه هتقول لي ايه هنمشي امتى. عارفه اللي هو دايما الكوميك اللي على فيسبوك انه لما تبقى انت اصلا جايب درجه وحشه وعمك يسالك في المنهج فباباك يقوم يضربك. ايوه بنسالهم في المنهج ليه بجد؟ يعني بنعمل كده في الاعداد. فهو احنا عندنا شويه نقط خاصه بينا احنا بتخلي الولاد يبعدوا عن مساحتنا طول الوقت. احنا عايزين نشدهم نعمل ايه؟ نغير اللي احنا بنعمله ونقرب كمان للدنيا بتاعتهم. يعني مش لازم الوقت المخصص للعيله انه انا اتكلم عن نفسي واتكلم عن حاجاتي واللي انا عايزه منك او اتكلم عن الاقتصاد بالظبط، لا اتكلم عن حياته هو، يعني أيوه. اشوف اسمعه اسمع اكتر ما بتكلم، يعني ده مهم جدا في تربيه ولادنا. طيب دايما عندنا قاعده كده معروفه اتربينا عليها كلنا ان الصغير بيسال على الكبير.
فممكن اقول لاولادي لازم تسالي على بنت خالتك الكبيره، على عمتك، على كذا، فترد عليا تقول لي ما تسالش. فانا اقول لها عشان اربيها اكتر واعلمها قيمه مهمه جدا انه الصغير يحترم الكبير. معلش حتى لو هي ما سالتش بدري انت بالسؤال، مره في مره في مره هتقول لا انا اشمعنى دايما انا اللي بسال هي ما بتسالش. هل ده سلوك خاطئ؟ يعني لازم افضل امشي وراء ابني او بنتي انه لازم يسال على الكبير، ولا سلوك خاطئ من الطرف الثاني انه لازم يبقى واعي انه حتى ان هو كبير في العيله لكن هو برضه لازم يسال ويحتضن الاصغر؟ عشان انا كبيره منه. لازم ادي مثال. يعني انا اللي احتضن، مش عارف. يعني انا عكس كل القواعد دي بصراحه، انا شايفه ان الحب بيبنى من الطرفين. مفيش حاجه اسمها صغير وكبير في الحكايه، يعني في صغير وكبير في الاحترام في التقدير، لكن لو حضرتك ما اديتش للولاد اللي في العيله تقدير واحترام هم هيحسوا بده ازاي؟ لو ما اديتهمش عملت ايه، اخبارك ايه، وحشتنا بقى كلام حلو. ايوه هو مش هيقول كلام حلو ومش هيبقى عايز يجي يسلم على حضرتك ومش هيبقى عايز يبقى موجود اصلا. فاحنا مع انه الطرفين محتاجين يبنوا الود والالفه ومساحه التواصل دي، مش ان انا بس طول الوقت انا محطوط في المرتبه اللي فوق فالصغيرين كلهم لازم يجروا عليا ولازم يسالوا عليا. ده بيحصل امتى؟ انه وانا كبير الاقي ناس حواليا، لما بكون انا في شبابي بنيت وسالت ورحت وجيت واهتميت بالشباب والبنات اللي في العيله، فلما اوصل لسن معين هلاقيهم بيسالوا عليا اوتوماتيك. ده هيحصل اوتوماتيك. ليه؟ لان في بذور حب وود موجوده جواه. جميل. طيب خلينا نتكلم عن اسره بقى مختلفه شويه، وهي الاسره اللي فيها اب وام منفصلين. ساعات كتيره قوي بيبقى بينهم مشاكل للاسف، ومن هنا بينعكس ده على الاطفال، و لا الام عايزه اولادها يشوفوا جدهم وجدهم من ناحيه باباهم، ولا الاب عايز ياخدهم ويروح لجدهم وجدتهم من ناحيه مامتهم. ازاي النهارده انا اوصل لنوع من انواع الـ يعني ابقى كبيره كفايه ان انا اتخطى اي مشاكل بيني وبين الشريك اللي كان معايا او معايا، واتجنب يعني افهم ان ده نوع من انواع التربيه لاولادي، ان انا لازم يكون في حياتهم اشخاص ثانيه غيري انا وباباهم. دي حقيقة، بس هو مختلف من حالة لحالة. يعني احنا لازم نبقى مدركين انه وجود انفصال جوه اي عيلة هيأثر على الولاد بشكل ما، وممكن يبقى سبب من اسباب وجود انحرافات سلوكية في سن المراهقة للولاد وللبنات، للولاد والبنات. طيب انا يعني كأم هحتاج وقت، في الغالب الولاد معايا انا هحتاج وقت بعد التجربة دي انا اتصالح مع كل اللي حصل. لو الاب عنده مساحة فيها انه فهم ان في اولاد والاولاد دول هيتأثروا جدا بشكل علاقتنا ببعض، هنقعد ونتفق انه هم اللي هيدفعوا ثمن ده، احنا دفعناه خلاص بس هم لسه اللي هيدفعوا اللي جاي من عمرهم، فخلينا نحافظ انه في ايام بيجوا عندك وايام بيجوا عندي، واحنا مش بنقول كلام سلبي تجاه بعض ولا بنتكلم على عائلات بعض، خلاص احنا عايزين نحافظ ان الولاد يشوفونا بشكل لطيف. لانه ده بيهدم جواهم، بيهدم جواهم طول الوقت. في حالات كتير قوي فيها لا اب غير متفاهم بالمره، فهو لما بيستقبل الولاد بيقول لهم الجد والجده وهم كانوا السبب. للاسف حالات كتيره بتبقى كده جدا، والخاله هي اللي سخنت والعم هو اللي رد وهكذا. لازم ابقى مدرك هنا ان انا بنسبه 90% هشوف انحرافات سلوكيه على ولادي في فتره المراهقه. انا عملت صراع جوه غصب عني فيه، هي ماما كويسه ولا كلام بابا اللي صح؟ هو جده اللي انا بشوفه بيتعامل معايا بود ولطف هو السبب في انه بابا وماما يسيبوا بعض؟ فانا خلقت صراع ملوش اي لازمه انا مش محتاجاه. طيب النصيحه اللي نقولها لهم النهارده لو هم في المساحه دي، ارجوكم احموا الولاد، لانه بعد شويه هيبقى الشارع والاصحاب هم اللي بيحتووهم، لان هم ما لقوش ده في اول مساحه موجوده، ما لقوش ده جوه البيت مع بابا مع ماما. بابا وماما هم اول اطراف بيخلقوا الامان في نفوس الولاد. الامان ده لو ما اتخلقش من الطفوله انا هدور عليه بره وهفضل اجري عليه طول عمري. طيب نصيحه، ارجوكم حطوا الخلافات على جنب. لازم يكون في طرف عاقل في عيله من العيلتين، يعني لو الاب منفعل جدا يبقى في جد هيتدخل، عمه هيتدخل، احنا عايزين الولد يجي يزورنا وما يسمعش اي كلام على مامته. عايزين البنت تيجي البيت وما تسمعش اي كلام على مامتها. طب لو ده بيحصل حد من الاطراف دي هيوقف الصوت ده، لانها عمرها ما هتنسى ان جدتي كانت بتتكلم على ماما. وفي الاخر هي مامتها، وفي الاخر هي مامتها هتفضل تحبها طبعاً. وفي الاخر هو باباها هتفضل تحبه، فما ينفعش انه نتكلم عليهم بطريقه وحشه او نحاول نكره الاطفال في الطرف الثاني. يعني بس بيحسوا بقى ايه اللي بيتبني جواهم، انه طرف من الاطراف هو السبب في اللي انا فيه ده. طب اخيرا بعيدا عن الطلاق، داخل الاسره الواحده وهم متجوزين بيبقى فيه خلافات شديده جدا، بيبقى فيه خناقات قدام الولاد والاطفال،
ودي بتعمل مشكله نفسيه كبيره جدا للولاد. صح. لما يشوفوا دايما باباهم ومامتهم في خلافات وخناقات، ممكن يكون من الافضل ان هم ينفصلوا، ان هم يتخانقوا قدام ولادهم. في الحاله دي ازاي اتعامل مع اطفالي؟ وبعض الاطفال يقولوا انا بابا يعني مظلوم، ماما مظلومه. في حالات الصراع جوه الاسره نتعامل ازاي؟ طيب، هو في بيوت كتير فيها طلاق صامت، يعني احنا موجودين بس احنا منفصلين تماما. بنقول نصايح للاباء والامهات، ارجوكوا بلاش خلافات قدام الولاد. انا ممكن قدام الولاد اقول راي بابا هو اللي صح، وبعد كده اتناقش انا وبابا ونرجع نقدم الموضوع بطريقه ثانيه. تعالى يا بابا، تعالى تعالى اكلمك بالظبط. احنا نتفاهم احنا، لكن قدامهم الولاد بيقروا حاجه من اتنين، ان في مواقف معينه هاخد موافقه من ماما عليها، فهقول انا خدت موافقه ماما وهكسب على فكره، وفي مواقف ثانيه هكون خدت الموافقه من بابا وعارف هلعب على هنا في ايه وهلعب على هنا في ايه عشان مين هيوافق على ايه. وفي الاخر وهم في صراع ده بينهم، انا قري ومبسوط عشان انا خدت موافقه على انا عايزه. فانتوا متخيلين احنا عملنا ايه فيهم. فلا ستوب، الولاد اهم بكتير وبناهم النفسي اهم بكتير. من ان انا انتصرت على بابا او بابا انتصر عليا. اشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا استاذه مريم الشافعي المعالج السلوكي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا مصر. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.